منها عبر المباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي. موضوعنا هو ما نتواصل فيه، هو وسائل التواصل الاجتماعي، وبالضبط تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك، بين الماضي والحاضر. من منا لا يتذكر الماسنجر والياهو عندما حل ضيفا بسيطا ومسالما من أجل التواصل الاجتماعي بين الناس؟ لكن من سنن عالم التكنولوجيا التطور، والتكنولوجيا لا يمكن أن تعرف نجاحا إلا إذا لقيت إقبال من طرف المستهلكين ورواده. لهذا عملت على خلق نوافذ للتجمع يجعل العالم قرية صغيرة. هذه النوافذ هي ما أصبحت تعرف بالسوشيال ميديا، وهي الفيسبوك، التويتر، انستغرام واليوتيوب. وما أضاف شهرتها ونجاح هذه الوسائل هي ظهور الهواتف الذكية. نوافذ السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي منحت للأفراد العنان في سماع أصواتهم وصرخاتهم وحرية التعبير بدون قيد أو شرط. وسائل التواصل الاجتماعي لم توفر فقط حرية التعبير، بل منحتها قوة تكمن في سرعة انتشارها، فهي تفوق سرعة التي جي في. هذه السرعة أصبحت محل إزعاج من طرف البعض، ويرى أنه جاء الأوان لتقنين حرية التعبير في التواصل الاجتماعي كما فعلت بعض البلدان كالصين واليابان وإيران مثلا. وهناك من يرى أن تقنين التواصل الاجتماعي فيه تضييق على حرية التعبير وفيه تكميم للأفواه، ما دام هذا التعبير قد يقدم حماية وتوعية للمستهلك. وسائل التواصل الاجتماعي هو بوابة فعالة من أجل إيصال المعلومة والتحذير من أي خطر يمس المستهلك. بين هذا وذاك، وبين مؤيد ومعارض وتضارب للمصالح، تأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على موضوع اجتمع فيه ما تفارق في غيره من المواضيع الأخرى، فهو يلامس عدة جوانب اجتماعية، اقتصادية، قانونية، سياسية. لكن أبينا إلا أن نقتصر على جانب حرية التعبير وعلاقته بحماية المستهلك، بالإضافة إلى المقتضيات الزجرية التي تضمنها تقنين التواصل الاجتماعي. من أجل التحليل والتوسع في هذا الموضوع يحضر معنا مشكورين كل من السيدات الأستاذات والأساتذة. الأستاذة ماريا بوشتين، وهي أستاذة باحثة في القانون العام بكلية الحقوق بتطوان، ورئيسة مجموعة البحث المشاكل السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك هي منسقة ماستر القانون السياسات العمومية والتنمية، نرحب بها. كذلك يحضر معنا الأستاذ شريف الغيان الغني عن التعريف، أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان وكذلك في كليات أخرى، وكذلك هو مستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، نرحب به كذلك. كذلك يحضر معنا الأستاذة نزهة الخالدي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان، وكذلك هي منسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية. كذلك يحضر معنا مشكورين الأستاذ يوسف تبر والأستاذ هشام العزوزي، أستاذين مؤهلين بكلية الحقوق بتطوان. قبل أن أعطي الكلمة للأستاذة الجليلة ماريا بوجدين، لابد أن أوجه الشكر لجميع أساتذة شعبة القانون الخاص على احتضانها هذا الموضوع، وعلى رأسها رئيس شعبتها في شخص الأستاذ العزيز أحمد الوجدي، منسق ماستر العقار والمعاملات الائتمانية، وكذلك السيد العميد المحترم ونوابه خاصة الأستاذ ياسين تباع والأستاذ علي الحنودي، فلهم جزيل الشكر، ولطاقمهم التقني. كذلك أخبر المشاهدين
أنهم يمكنهم التفاعل معنا عبر طرح تساؤلاتهم عبر الرقم التالي 06-19-22-40-01 عبر الواتساب، ونرحب بهم سواء كانوا طلبة أو ممارسين. إذن سأحيل الكلمة للأستاذة العزيزة ماريا بوجدين التي ستتناول شبكات التواصل الاجتماعي بين التقنين والتقييد، فلك الكلمة أستاذة العزيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزميلة الأستاذة الخديزها، الزملاء الأفاضل كل باسمه وصفته. بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المحبوب الذي صهر على تنظيم هذه الندوة، وألح بشكل كبير على ضرورة المشاركة والمساهمة في هذا النقاش العمومي. كما نشكر طبعا جنود الخفاء الذين هما وراء السهر على التنظيم وتوفير كل ما هو لوجيستيكي من أجل إنجاح هذه الندوة عبر البثوث المباشرة في ظل هذا الفضاء الافتراضي أو العالم الافتراضي. مساء الخير الجميع طلبة متتبعي هذه الندوة المباشرة عبر أثير العالم الافتراضي الذي فرضته شروط معينة يعيشها الجميع محلياً وطنياً إقليمياً ودولياً جراء وباء اجتاح العالم بأسره، نتج عنه طبعاً ضرورة تغيير نمط الحياة بكل مناحيها، وتم العمل وفق شروط دقيقة باتخاذ تدابير وقائية واحترازية أملتها الظروف الاستثنائية والطارئة التي يعيشها المغرب بشكل خاص والعالم بشكل عام، حتى زوال هذه الجائحة إن شاء الله والعودة بالتدرج إلى الحياة العادية. موضوع ندوة اليوم كما جاء على لسان الأستاذ المحبوب هي تتم عبر هذا الفضاء الافتراضي ولها علاقة مباشرة بهذا العالم، بالإشكالة المطروحة التي يطرحها ومجموعة من التساؤلات التي تؤرق أذهان الجميع، فهي تتمحور حول تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك. تبقى هذه الندوة مساهمة في النقاش العمومي الواسع الذي تعرفه أغلب المنصات عبر الشبكات العنكبوتية لتسليط الضوء على أهم الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالبعد الحقوقي أحياناً وبالبعد القانوني، البعد الأمني، البعد السياسي والاقتصادي، وهذا يرجع لراهنيات هذه المواضع والأهمية التي تحظى بها هذه المنصات. اختيار طبعاً موضوع مداخلتي لن يحيد عن هذه الإشكالات المطروحة، فاخترت كعنوان لها حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي بين التقنين والتقييد، يدخل أساساً في صلب الإشكالات المطروحة حالياً والمتمثلة في سؤال جوهري، وهو سؤال التعاطي مع حقوق الإنسان الرقمية التي أصبحت رديفاً موازياً لحقوق الإنسان بشكلها الذي تبلور أكيد منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة 19. إن الاهتمام المتزايد والاستعمال المكثف لهذه المواقع يتمثل بالأساس في كونها مواقع تفاعلية بامتياز تمكن من تقاسم نفس الاهتمامات ونفس الانشغالات على مساحة واسعة وكبيرة، تمكن أو تفسح المجال للانخراط من كل أنحاء العالم والمساهمة بالتعبير عن رأيه في ذلك الموضوع أو ذاك الموضوع، توسيع دائرة التعارف بين أعضاء المجتمع سواء كان محلياً وطنياً وإقليمياً ودولياً، يكفي أن يكون القاسم مشترك والاهتمام مشترك، تمنح إمكانية التعبير بكل حرية عن انشغالات واهتمامات مشتركة، وهذا ترجم في تلك التحولات السياسية العميقة التي عرفها العالم خاصة العالم العربي مع ما سمي بالثورات العربية التي أبانت عن حقيقة وطبيعة الدور الفعال لهذه الشبكات أو الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الشبكات الاجتماعية، أي الذي يمكن أن تلعبه وسائل التواصل الحديثة والمتطورة في نشر المعلومة والخبر، في التحسيس من أجل الدفاع عن قضايا مجتمعية، يعني قضايا تكون محور وموضوع اهتمام مشترك وهم متقاسم.
بل أكثر من ذلك، ساهمت في الرقي بحقوق الإنسان من خلال الكشف عن الخروقات التي تظل هذا المجال، يعني تظل حقوق الإنسان والمساهمة في إرساء وبناء الأسس الديمقراطية للمجتمعات، فأصبحت بذلك سلطة قائمة بذاتها تضاهي مفهوم السلطة التقليدية المرتبطة بالمؤسسات نتيجة عملية التأثير والتأثر. وهنا لا بد أن أستحضر مقولة ميشيل فوكو الذي يتحدث فيها عن السلطة، بحيث حين قال أن السلطة لم تعد تفهم بوصفها تقتصر على الدولة بمؤسساتها وأجهزتها وشرطتها وقوانينها، بل تفهم بوصفها جملة من علاقات القوة المحايدة والمنبثقة في الفضاء الاجتماعي بكل مجالاته ودوائره ومؤسساته. طبعا هذه المقولة تجد أرضا خصبة أو تجد لها صدى أقوى مع نشأة هذا الفضاء العالم، هذا الفضاء العام الاجتماعي الافتراضي، ولا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في سياق طبعا هذه الرؤية الجديدة للسلطة، هذا التحول الثوري أو التحول الجذري والعميق في مفهوم الفضاء الاجتماعي العام. صارت طبعا الدول تختلف وفق درجة تطورها السياسي والديمقراطي في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، فالدول التي تفسح مجالا أكبر لمواطنيها من التعبير عن الرأي عن آرائهم وبدأوا بذلك، فهي تساهم في صناعة القرار وفي صناعة رأي عام، وتساهم في تفعيل وتنزيل سياسة عمومية. لماذا؟ في ظل ما تتيحه هذه الأدوات الافتراضية الجديدة للتواصل وما تمارس من وقع على ممارسة حرية الرأي والتعبير، وما تخلقه طبعا وما تخلقه ايضا من حاله لا توازن طبعا بين ذلك البعد بين البعدين الواقع والافتراضي، هذه الممارسة الحقوقية. لهذا فان مداخلتي سوف تتمحور حول مطلبين اساسيين وهي الممارسة الحقوقية في ظل شبكات التواصل الاجتماعي كيف تتم، وما هي الخاصيات التي تمنح هذه الفضاءات من أجل ممارسة أقوى وأعمق لهذه الممارسة الحقوقية في ظل هذه الشبكات، لكي ننتقل بعد ذلك لأننا نجد أنفسنا أمام ضرورة تقنين هذه الشبكات التواصل الاجتماعي. طبعا تقنين من حيث تحديد المسؤولية ديال الناشرين والمدونين، وكذلك من أجل محاربة الجرائم الإلكترونية كما هي مصنفة دوليا وكما هي مصنفة في اتفاقية بودابست. ولكن الإشكال الذي سيطرح هو أن هذا التقنين يجب أن لا يذهب إلى أبعد الحدود، ويمكن أن يشكل تضييقا وخلق الحريات التي طبعا هي تبقى مكتسبات حقوقية وأساسية للمواطن داخل أي مجتمع. لهذا فما هو دور الشبكات للتواصل الاجتماعي في ممارسة الحقوق في ظل هذا التحول من الفضاء الاجتماعي طبعا العام الواقعي إلى الفضاء الاجتماعي الافتراضي؟ وما هو موقع حرية الرأي والتعبير في ممارسة الافتراضية باعتبار هذا الحق من المحاور الأساسية لمنظومة الحقوق والحريات المتعارف عليها طبعا دوليا ووطنيا؟ وطبعا سوف نعرج على إرهاصة تقنين حرية الرأي والتعبير في طبعا التشريعات المغربية أو في التجربة المغربية. طبعا عندما نتحدث عن الممارسات الحقوقية في ذي شبكات التواصل الاجتماعي، فهنا نتحدث عن هذه الممارسات في سياق الثورة الرقمية وما صاحبها من التحول العميق على مستوى مفهوم الفضاء الاجتماعي العام، الذي انتقل من التمثل المادي الواقعي إلى خلق فضاء اجتماعي افتراضي، يتخذ بذلك من شبكات التواصل الاجتماعي تلك الترجمة الإجرائية لهذا المجتمع الافتراضي، والذي يحمل طبعا فيه الكثير من سمات صفات الفضاء العام التقليدي، بحيث برز مجموعة من القضايا المصاحبة لهذا التطور، لا سيما ما يتعلق منها بالديمقراطية عامة وما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان والحريات خاصة، حيث تعهدت أغلب الدول في دساتيرها على حماية هذه الحقوق والحريات وضمان الممارسة الفعلية لها، كما هو الشأن طبعا في المجتمع الواقعي. لكن في المقابل نجد أن هذا التحول العميق في مفهوم هذا الفضاء الاجتماعي العام تزامن مع تحول في شبكات التواصل الاجتماعي لمنصات مهمة لممارسات حقوق الإنسان الرقمية. لماذا؟ لأن نحن أصبحنا أمام أن هذه المنصات الإلكترونية أو هذه كما أقول هذه الشبكات العنكبوتية لم تعد فقط ذلك الفضاء الذي الفضاء للدردشة أو للترفيه أو للتعارف فقط،
بل هي أصبحت فضاء يمنح من المساحة الكبرى من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والتعبير بكل حرية عن مجموعة من الآراء تهم أو تمس قضايا مجتمعية تكون لها علاقة وطيدة بهموم المواطنين وبهموم غالبية كبيرة من المجتمع. لهذا أقول على أن لن أقف عن تعريف ما هي شبكة التواصل الاجتماعي، ما هي الشبكات الاجتماعية، لن أقف عن ذلك، ولكن أقول أن التطورات سوف أحاول أن أبرز الخاصيات التي تتميز بها هذه شبكات التواصل الاجتماعي والتي جعلت الاستخدام ساهمت بشكل كبير في الانخراط الفعال في هذه الشبكات والاستعمال المكثف لهذه الشبكات التواصل الاجتماعي، بحيث أن نعرف أن التطورات التي طالت الحياة الاجتماعية بفعل هذه التكنولوجيا الحديثة للاتصال أفضت إلى تغيرات جذرية كذلك حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية. تمثلت في كونها ماذا؟ تأثرت بالتطورات الهائلة المتتالية التي حدثت في المجتمعات في ظل طبعا هذه العولمة وما لها من تأثير على جميع المستويات بالنسبة للإنسان، وبدل الاتصال طبعا المباشر أصبحنا نجد راحة أكثر ونجد متنفسا أكثر ومساحة أكثر عبر الاتصال الافتراضي الذي لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعترف بالزمن ولا المكان، بل يعترف فقط أننا نفكر جميعا، نتقاسم جميعا مجموعة من القضايا، فتحول بذلك الشخص إلى فرد افتراضي يتفاعل ضمن هذا المجتمع الافتراضي، وأصبح بذلك هذا النوع من الاتصالات له دورا فعالا في مختلف المجتمعات، حيث سهل التواصل بين أفراد المجتمعات. هذا الفضاء الاجتماعي طبعا الرقمي بهذا الكم الهائل من وسائل الاتصال الموضوعة تحت سلطة عامة الناس، يعني هو يكفي أن يكون لك هاتف محمول ذكي أو له بعض الوسائل البسيطة التكنولوجية يمكن به أن يلج صبيب الإنترنت وأن يقوم بتنزيل مجموعة من التطبيقات، تطبيق الفيسبوك، إنستغرام إلى آخره، وهذا يمكنه من التواصل مع الآخر وتقاسم معه كل الاهتمامات وكل الانشغالات. يؤكد طبعا هذا الاهتمام المكثف والمتزايد بوسائل التواصل الاجتماعي لماذا؟ من خلال ما يتميز من خصائص، على أن التواصل الاجتماعي في صيغته الافتراضية لا يمكن ضبط دينامية التطور الذي يعرفه أو حتى تنظيمه وتقنينه بالشكل المطلوب لعدة خاصيات، سوف أحاول أن أركزها في بعض الخصائص التي تميزه. هو أولا يبقى فضاء افتراضيا رقميا حرا. لماذا؟ لأنه يتمتع بتلك بحرية الولوج، تلك الحرية الولوج لهذه الشبكات العنكبوتية وراءها طبعا المجاني في الولوج، تؤدي تأمن فقط الانترنت، ولكن هناك مجانية ولوج لهذه الشبكات العنكبوتية، وهذا ما يجعلها فضاء افتراضيا رقميا حرا. تساهم في صناعة رأي عام حول موضوع عام، كما طبعا عاشه المغرب في هذه الأونة الأخيرة، حيث ساهمت هذه الشبكات العنكبوتية في صناعة رأي عام حول قضايا مجتمعية مست المواطن بشكل كبير وكللت بنجاح كبير. ولا نقصت فقط على المواطن، بل كذلك هذه الشبكات العنكبوتية تساهم بشكل كبير في العمليات الانتخابية لرؤساء الدول أو للأحزاب إبان الانتخابات أو في إبراز قضية بيئية على المستوى الدولي والمستوى الوطني، يعني أصبحت هي تغزو العالم بأسره وتفرض نفسها بشكل كبير، وأصبحت في متناول الجميع نظرا لنفادها ولسرعة انتشارها ولسرعة التفاعل. هي كذلك تميزها كما قلت سرعة الاتصال والتفاعل بشكل كبير، وهي قوة لا ممركزة، يعني ليست ممركزة في يد هيئة عامة أو في يد شخص، وهي قوة كذلك معولمة وقوة منتجة للسلطة كما قلت بعد قليل، فهي أصبحت سلطة قائمة بذاتها تضاهي السلطة في مفهومها التقليدي المرتبطة طبعا بالمؤسسات، فأصبحت سلطة لها يضرب تؤخذ في الحسبان ويضرب لها ألف حساب. ولماذا؟ لأنها تساهم في صنع القرار وفي تأثير على السياسة العمومية. لهذا نقول على أنه هذه الشبكات التواصل الاجتماعي تتسم بعديد من السمات كالاندماج بشكل كبير والمشاركة بسرعة فائقة والانفتاح على الجميع
وغياب الحدود الجغرافية. وفي المقابل فإن هذا النمو الكبير الذي شهدته مواقع الشبكات الاجتماعية يفرض عددا كذلك من التحديات على سياسة الإعلام التقليدية وما يتعلق بتنظيمها. فعلى الرغم طبعا من هذه الإيجابيات الكثيرة لشبكات التواصل الاجتماعي، فإن هناك عديدا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه الفضاءات الافتراضية. وهذه السلبيات التي تكون نتاجا لهذه الفضاءات الافتراضيه هي التي تدفعنا بضروره الاقرار بضروره التقنين هذه الشبكات. يمكن حصر طبعا هذه التاثيرات السلبيه لهذه المواقع في مجموعه من النقاط التاليه، وهي بث الافكار الهدامه او الدعوات المنحرفه والتجمعات الفاسده، كذلك نشر التفكير الارهابي او الفكر الارهابي، انتهاك الخصوصيه، كذلك التشهير والقذف والسب الى اخره، انتهاك الحقوق الخاصه والعامه، كذلك الابتزاز الى اخره، التصوير، النصب والاحتيال. هذه كلها سلوكات يمكن ان تتضمنها مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا نقول من هنا على أن حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي لها ما لها من جوانب مشرقة ومضيئة، وهي طبعا ساهمت ولا زالت تفرض نفسها بشكل كبير والدفاع عن ضرورة احترام حرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي لما لها من دور فعال في الرقي بمجموعة من القضايا المجتمعية، ولكن في المقابل يجب كذلك سن أو تقنين هذه شبكات التواصل الاجتماعي لوضع الحد من مجموعة من الانتهاكات التي يسببها هذا العالم الافتراضي. لهذا فإننا نقول على أنه مجتمع التواصل الاجتماعي الرقمي يغير طبعا الواقع الافتراضي بسرعة مهولة، لأن نظام التواصل الافتراضي والمعلومات المتداولة ضمن شبكات التواصل الاجتماعي تخلق أحيانا ارتباكا في ميزان الحقوق والواجبات، حيث تصبح هذه الأخيرة محل تضارب على مستوى الفهم والممارسة. مثلا في بعض الأحيان يكون مواطن يعبر عن رأيه ويمارس ممارسة حقوقية في ظل شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الطرف الآخر تحت ذريعة المصلحة العامة أو أي شيء آخر فإنه يرى أن ممارسة ذلك الحق قد يمس بالمصلحة العامة. لهذا يخلق ارتباكا في ميزان هذه الحقوق والواجبات، ما هي حقوقك وما هي الواجبات التي عليك، فتصبح محل تضارب أفكار وأراء حول على مستوى الفهم والممارسة، بحيث يتعدى المفهوم تقليل الحقوق والحريات الممارسة في الواقع الحقيقي، لا سيما فيما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير. نحن نعيش في هذه العشرية الأخيرة على أن التعبير عن الرأي في في الواقع في الواقع او في 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 العالم الواقعي لا يتأتى إلا بعد مجموعة من النقاشات على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، ويبقى التعبير على مستوى الواقع والممارسة يأتي في آخر اللحظة بعد أن يتم تجميع الآراء. ولكن نحن كذلك عشنا مجموعة من الأمور، وذلك التضييق على ممارسة تلك الحريات في الاحتجاج وتلك الحريات في التعبير عن الرأي، فأصبحت هذه المساحات ديال الشبكات العنكبوتية تتيح بعض الوسائل الأخرى من أجل المشاركة في صناعة رأي عام وفي اتخاذ قرار ما، أو في التعبير فقط عن رأيه تجاه قضية معينة. لأن طبعا حرية الرأي والتعبير هي إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الدولة لحقوق الإنسان، بحيث أغلب الدول ذهبت في ضرورة الاعتراف بها والإقرار بها. هذا التحول في هذا المشهد طبعا الوسائطي المرتكز على الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات طبعا حول حياة الفرد إلى فضاء افتراضي رقمي حر، أصبح الإنسان فيه في ظله يمتلك غالبا شخصيتين، الأولى تكون واقعية ملموسة ومفيدة ومعروفة، والثانية تكون افتراضية مكتسبة ولها كل حرية في التعبير والتدوين والنشر إلى آخره، وقد يتجاوز بها مفهوم الحرية المتمثل في فعل كل ما لا يضر الآخر. يعني يجب أن أمارس حريتي بشكل مطلق أكيد، لكن دون أن أمس بحريتي طبعا الآخر وبدون أن ألحق أذى أو ضررا بالآخر. وهو الأمر طبعا الذي يحتاج بالضرورة إلى التقنين والتقييد وترويض هذه الممارسة الافتراضية لحقوق الحريات في إطار التواصل الاجتماعي الرقمي، دون أقول الإجهاز على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان.
لهذا نقول لماذا دورنا الإجهاز على الحقوق والمكتسبات؟ لأن طبعاً حرية الرأي والتعبير في شبكة التواصل الاجتماعي لها مرجعيات وأسس المعيارية تنظمها. أولاً طبعاً الاتفاقية على المستوى الدولي، يعني القانون الدولي الإنساني في المتمثل في مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام هذا الحق. ويمكن تصنيف ديمقراطيات الدول عفوا بشكل بالاعتماد بشكل كبير على مدى احترامها لحرية التعبير عبر هذه الشبكات، يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع هذا التوسع الكبير في عالم التكنولوجيا الرقمية وبروز هذا الفضاء الاجتماعي الافتراضي. بل مش حتى بروزا، لا أقول بروزا، بل أصبح يفرض نفسه بإلحاح وبشكل كبير لما يشكله من مساهمة قوية في الرقي والتعبير عن مجموعة من الآراء. لهذا لابد من مجموعة من القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعنية بعملية حرية الرأي والتعبير. في هذا السياق طبعا تحول هذه فضاءات شبكة التواصل الاجتماعي مجرد فضاء للتواصل والدردشة إلى مساحات تبادل الأفكار وإبداء الآراء السياسية بحرية تامة لا تفسحها وسائل التواصل التقليدية المقروءة. أقف عند مجموعة من الأمور التي عاشها سوف ألتزم بالإدلال فقط عن بعض الأمثلة في المغرب. أن مجموعة من الحركات الاحتجاجية التي قام بها المجتمع المغربي للتعبير عن رأيه وعن رفضه لمجموعة من الأمور قد قوبلت بشيء ما بلا التضييق ومن تضييق الخناق على تلك على ممارستهم الحقوقية في التعبير عن رأيهم. فكان الملاذ هو التعبير عن تلك الآراء ورفضه من مجموعة من القرارات ومجموعة من السياسات التي كانت تمس بشكل كبير جوهر المواطن عبر هذه الفضاءات الاجتماعية. لهذا أقول على أن إبداء الآراء السياسية بحرية تامة لم تعد تفسحها وسائل التواصل التقليدية العادية، وأدى إلى نوع من الترامي وعلى حرية صناعة المحتويات الرقمية وبالخصوص ما يتعلق منها دائما ارتباطا بحرية التعبير وطرح وجهات النظر في مختلف القضايا الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية والثقافية. بعض الأحيان يصل هذا الترامي في بعض الأحيان إلى حدود سلبي وتقييد لحرية هذه الرأي والتعبير من خلال التسليم به ظاهريا ضمن المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي المقابل الآخر إنجاز عليه بطنيا. مثلا المغرب في تصدير الدستور يعترف يقر بسمو الاتفاقيات الدولية، وهناك مجموعة من القوانين الأخرى التي طبعا تؤكد على ضرورة احترام حرية التعبير والرأي الآخرين باعتبارها طبعا حقوقا أساسية لحقوق الإنسان، ويجب أن لا يجب التطول عليها، ويجب تقديسها حق من حقوق الأساسي للمواطن لما تم تكريسه في مجموعة المواثيق الدولية. طبعا لن أقف على سرد مجموعة من الاتفاقيات الدولية، ولكن أقول على أن التنصيص على حقوق الإنسان على المستوى الدولي طبعا يقابله على المستوى الوطني ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقية الدولية. وهنا طبعا لابد من الرجوع إلى هذه المصادر الدولية، تبقى في بعض الأحيان مسألة ضرورية عندما يكون النقاش محتدم والنقاش واسع لمعرفة تلك الضوابط والإجراءات التي مهدت لحرية الرأي والتعبير الطريق نحو التنصيب على المستوى التشريعات الوطنية. هذا الحق وباقي طبعا الحقوق الأخرى تستمد شرعيتها من اعتراف المصدر الدولي بها، وذلك عبر التبني الأممي وسك هذا الحق ضمن معاهدات دولية أخرى وإقليمية. بالنسبة للتجربة المغربية سوف نناقش كيف هي حرية التعبير من خلال دستور 2011. طبعا دستور 2011 دستور المملكة المغربية جاء في هذه العشرية الأخيرة التي عرفت كذلك تحولا عميقا كما عرفته المجتمعات العربية، فجاء ليعلن في تصديره والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه على أن المملكة المغربية العضو العام النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتلتزم بما يلي: حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق. يعني نقول الطابع الكوني هي على أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة،
حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغوي أو الإعاقة أو أي وضع أو أي وضع شخصي مهما كان. جعل الاتفاقية الدولية طبعا كما صادق عليه المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة طبعا. ليأتي الفصل 25 وينص على حرية الفكر والرأي والتعبير مكفوفة أو مكفولة بكل أنواعها. الفصل 27 كذلك للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. يأتي كذلك الفصل 28 ليؤكد على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابات القبلية. ويأتي كذلك الفصل 175 المتعلقة الذي يؤكد على أنه لا يمكن أن تتناول مراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة إلى آخره. يعني أقول على أن كل هذه المضامين الدستورية يجب أن تكون متضمنة في كل القوانين التنظيمية. وهنا لابد لماذا هذا النقاش العمومي المحتد؟ لأننا نقول على أنه في ظل هذه الظرفية الطارئة التي نعيشها، في ظل هذه الظرفية يعني جائحة كورونا كوفيد 19 والتي أبانت بشكل كبير على الانخراط الفعلي للمواطن عبر هذه الشبكات التواصل الاجتماعي، وساهمت بشكل كبير في صناعة رأي عام بشتى الأشكال. كل من موقع يساهم ويطالب وينادي من أجل مصلحة العامة، من أجل مصلحة العامة، مصلحة المواطن ومصلحة الشعب ومصلحة الدولة، على أنه أن يلتزم بكل القيود والشروط التي فرضتها علينا هذه الظرفية والالتزام والمكوث بالمنازل. فاتخذت مجموعة من الإجراءات كالتعلم عن بعد إلى آخر، مجموعة الإجراءات الأخرى وتدابير التي ساهم وانخرط فيها المغرب بشكل كبير. وفي هذه الظرفية كذلك التي استمرت لجنة نموذج التنموي في الإسهام بنقاشاتها من أجل الخروج بنموذج تنموي، خاصة أن هذه الظرفية أبانت على مكامن الضعف على مجموعة من المستويات. نفاجأ كشعب وكمجتمع مغربي بمشروع قانوني 22-22-20 الذي يضرب في العمق حرية التعبير والرأي، وخاصة عندما نجد أن هناك بعض المواد التي تؤكد على حقيقة لن أغوص فيها بشكل كبير، ولكن أقول هناك الأستاذ طبعا هشام العزوزي الذي سيتناولها من الزاوية الجنائية، وهناك كذلك الأساتذة الأفاضل الآخرين الذي سيتناولها من زوايا أخرى. ولكن أقول أنا في ظل هذه الظرفية الذي يجب فعلا أن نقف وقفة تأمل وأن نعمق النظر في مجموعة من الأمور، خاصة تلك الأمور مرتبطة بحقوق الإنسان، ونقر على أن في هذه الظرفية بالذات بدأنا نلمس أن المواطن المغربي بدأ يستعيد ثقته بالمؤسسات الدولة، في حين أن في الخطابات السابقة سواء خطابات ديال الحكومة أو الخطابات الملكية التي كانت تؤكد على أن من أجل إصلاح إداري شامل لا بد من البيع الأولويات أن نعيد ثقة المواطن بمؤسساته. في هذه الظرفية التي بدأ فيها المواطن يستعيد ثقته بالمؤسسات وينخرط ويلبي النداء، نفاجئه بتكميم الأفواه، بضربه بعق في حرية الرأي وفي حرية التعبير. لماذا هذا السياق الذي جاء في هذا المشروع يطرح عدة تساؤلات؟ لماذا بالضبط في هذه الظرفية نحاول أن نمرر قانونا يضرب في العمق مضمون الدستور ويضرب في العمق المصادقة على المعاهدات الدولية التي طبعا صادق عليها المغرب، من المفروض طبعا أن يحترمها وأن تكون في أولوياته. وأنا أقول على أنه لا يمكن أن نحقق نموذجا تنمويا دون الإقرار بحقوق الإنسان، دون احترام أسس الديمقراطية وهي أساسها في طبعا الحرية للتعبير والمساهمة والمشاركة في صنع القرار. لماذا لا نستغل هذه الظرفية التي هي أبان فيها المواطن المغربي عن انخراطه الحقيقي وعن استعادته تلك مؤسسة الدولة، ونحاول أن نعمق النقاش في كيفية كسب هذه الثقة وتثمينها وتطويرها بالشكل طبعا الذي سوف يساهم في تحقيق ديمقراطية أفضل وفي ترسيخ مؤسسة الدولة وفي تأسيس طبعا لدولة الحق والقانون. أقول إن هذا الهاجس التشريعي الذي حكم طبعا
الحكومه او الصاهرين على التدبير العمومي واصداره لهذا المشروع، كل المشروع لما تم سحبه وسوف يناقشه بصيغه اخرى ويتم نظافه تلك المواد التي كانت موضوع نقاش محتدم على مستوى او من خلال هذه المنصات الالكترونيه. اقول اخاف من هذا الهاجس للتشريع ان يكون الهاجس الحقيقي هو انه ان نخدم مصالح فئه معينه عوض مصلحه المواطن. نحن طبعا مع التقنين، لكن دون ان نضرب في العمق حريه التعبير، دون ان نضرب في العمق طبعا المواطن. نحن مع التقنين بالشكل الذي سوف يقلص طبعا من تلك الجرائم الالكترونيه، يقلص من مظاهر انتهاك الحقوق الشخصيه، من مظاهر انتهاك الخصوصيه الرقميه، من مظاهر الابتزاز والنصب والاحتيال عبر هذه المنصات الالكترونيه، ولكن مع احترامي دون السقوط في فخ التضييق على الحريات العامة. في الحقيقة هذا المشروع ديال القانون يطرح عدة تساؤلات، وأنا أقول على أنه يجب العمل على استغلال طبعا هذا التواصل عبر هذا الفضاء الرقمي، وتقنينه بالشكل الذي يسمح بممارسة أفضل للحقوق وبممارسة أفضل من أجل تنزيل سياسات عمومية من أجل ترسيخ أسس ومبادئ ديمقراطية أو مقاربة تشاركية للجميع من أجل مصلحة هذا الوطن. وأعتقد سوف أكتفي بهذا الفضل، وشكرا أستاذ محبوب، شكرا للزملاء، وأعتذر إن كنت قد أطلت بشكل كبير. شكرا للأستاذة العزيزة الأستاذة ماريا بوجدين، وكنذكر بأن الأستاذة ماريا بوجدين هي أستاذة القانون العام وكذلك منسقة ماستر القانون والسياسة العمومية. الأستاذة ماريا حاولت بطبيعة الحال في مداخلتها إعطاء لباس جديد لوسائل التواصل الاجتماعي. هذا اللباس هو يوازي اللباس الذي نعرفه مع باقي السلطات كالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك سلطة الإعلام، باعتبار أن هذه السلطة عندما أي شخص يتحكم وتكون لديه سلطة فهو بطبيعة الحال يتحكم ويفرض آراءه، وهذه وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال كذلك فهي تفرض آرائها. كذلك الأستاذة ماريا حاولت أن تدعو إلى ضرورة تقنين هذه وسائل التواصل الاجتماعي من حيث تحديد المسؤولية وكذلك من حيث محاربة هذه الجرائم الإلكترونية، وكذلك ركزت على أنه هذا التقنين يجب أن يكون بطريقة عقلانية. إذن هذه المسائل التي تناولته الأستاذة قد يجرنا إلى تساؤل، هل نحن من نحتاج إلى التشريع؟ يعني هل نحن من نحتاج إلى التشريع؟ هل نحن نحتاج إلى هذا التشريع ديال تقنين التواصل الاجتماعي؟ أم أن هذا التشريع هو الذي يحتاج لنا؟ لأنه الدولة لم تعد تسيطر على مجموعة من الظواهر التي تحدث أمامه، وبالتالي ما هي ضوابط تقييد حرية التعبير؟ إن صح القول الصحافي الفيسبوكي، يعني تساؤلات لربما قد يحاول الأستاذ الفاضل شريف الغيام ملامستها من خلال يعني تساؤل حول الضوابط القانونية لحرية التعبير بالوسائل الاجتماعية. أعطيه الكلمة الأستاذ شريف الغيام، وهو أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان، وكذلك هو مستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، فأمرر لك الكلمة أستاذي الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. شكراً للأستاذ الجليل الأستاذ المحبوب على هذه الاستضافة القيمة، وكذلك الشكر موصول لكل الضيوف الكرام الأساتذة الأجلاء في هذه الأمسية العلمية لتناول موضوع له من الأهمية بمكان، والذي ربما يشغل بال اهتمام كل باحث عن الحرية وعن الحق وعن القانون ولما لا عن إمكانية التقنين. شكرا على حسن اختيار هذا الموضوع الذي يشغل بال الجميع، وأعتبر من منطقي مداخلتي على أن
تناول هذا الموضوع بحد ذاته هو موضوع حيوي متجدد لا زمان له، بل هو موضوع لكل العصور، ارتبط وجوده بوجود الإنسان، وبالتالي مرجعيته هي المحدد الأساسي لحسن الفهم حول كينونة هذا التعبير وحدوده، وهل هناك حاجة فعلا تشريعية تدعو إلى ضرورة إفراد نوع من الضوابط القانونية أو الضوابط الأخلاقية أو الضوابط المجتمعية لحرية التعبير. فبكل تأكيد على أن تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك يضعنا في نقطة فاصلة. هذه النقطة التي ترتبط بماذا؟ ترتبط بمنشأ الحقيقي لهذا الحق وضرورة التحديد المفاهيمي. فعندما نتحدث عن الحرية في التعبير مباشرة أن الفكر ينطوي للبحث عن الاتفاقيات الدولية، عن الدستور، عن التشريع الوضعي، عن كل هذه الأمور، لكن الحقيقة هي غير ذلك، وهو أن الحق في حرية التعبير هو حق شامل، هو حق إنساني، وبالتالي حظي باهتمام التشريع الوضعي على مستوى الاتفاقيات الدولية، وكذلك حظي باهتمام من كل الشرائع السماوية، ولدرجة أن الشريعة الإسلامية اعتبرته بمثابة فريضة اجتماعية وتكليف إلهي وأمانة. وبالتالي فمن الضروري جدا أن نحدد المفاهيم بداية، وأن نحدد المسالك والمنطلقات الصحيحة لكي نعطي ولو جزءا يسيرا حول مفهوم وطبيعة هذا الحق، ولماذا يمكن أن يطرح لنا إشكالا، وهل من الممكن أن نتخوف أو أن نتوجس من ممارسة هذا الحق. فبطبيعة الحال إذا ما عرجنا على أهميتي في جانب الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية برمتها، فأكيد أن الأرضية أو المنشأ التشريعي الوضعي كان ممهدا بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 19 منه، وكذلك العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من نفس المادة. لكن هذا المفهوم البسيط في ظاهره والعميق في مضمونه يحتاج منا نوعا من التفكيك لبعض جزئياته، خاصة أنه يخلق جدلا عالميا حول كون أن هذا الحق هل هو حق مطلق أم أنه هو حق نسبي. فهذا الاتجاهين أفرز نتيجة الفهم الخاطئ ربما أو المتسرع لطبيعة هذا الحق، هي التي أنتجت بعض الممارسات التي كانت الدافع وراء إمكانية التخابر أو إمكانية التصور أو التفكير في مراجعة الضوابط القانونية، ولما لا كل ما له ارتباط بحرية التعبير. فأهمية هذا الحق هو يكتسي قوته بكون أنه مرتبط بوجود الإنسان، جميل، لكنه متجدد في كل العصور. اليوم في واقعنا الحالي نجد على أن هذا الحق تقوى من خلال تمظهرات أخرى باستغلاله التطور التكنولوجي، وكذلك الرقمنة والمعلومات، كل هذه الأمور ساهمت في سبيل انتشار هذا الحق. وإذا ما رجعنا إلى الفهم الصحيح حول حرية التعبير، نجد على أن بقراءة بسيطة لمقتضيات المتعلقة سواء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، نجد على أن هناك فرزا شرعيا يقتضي من التمييز بين الحق في التعبير والحرية في التعبير. فالحق في التعبير هو مكفول للجميع، هو حق مطلق، لا يمكن بأي شكل من الأشكال حرمان أي شخص من ممارسة هذا الحق من حيث مبدأ توزيع الحق. لكن على مستوى ممارسة هذا الحق ومضمونه، فهنا ربما تبتدئ مناقشتنا لهذا الموضوع. من هنا
يبتدئ النقاش الحقيقي حول هل هناك قيود حقيقية لهذا الحق في التعبير على مستوى المرجعيات الدولية قبل أن نتحدث عن التشريع الوطني. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كذلك نص على إمكانية إيراد بعض القيود على ممارسة هذا الحق، وبالتالي فإنه لا يجب أن نشيع بين الوسائط الاجتماعية كون أنه بمجرد تملك الحق فهذا يعني أن الممارسة تقتضي منا أن نمارسه على أطلقيته وبشكل واسع وبدون وجود أي قيود كيفما كانت. ومن هنا من تحدث عن الوسائط الاجتماعية كأحد التجليات لممارسة هذا الحق نجد على أن أحد المفكرين الأوائل وهو جون ستوارت، وهو من المفكرين الأوائل الذين سلطوا الضوء على أهمية التواصل الاجتماعي في تقوية الحق في حرية التعبير. وهذا الطرح كان قديما بحيث أن في غياب الوسائط الاجتماعية كان يركز على التواصل المادي. اليوم نحن أمام تواصل غير مادي في فضاء افتراضي. فإذا كانت الحياة الطبيعية للمرء هي مقيدة بضوابط، فكيف يمكن أن نتصور حياة افتراضية بدون ضوابط؟ وهل عدم وضع ضوابط ألا يؤدي ذلك إلى إنتاج ما يسمى بالفوضى؟ وهل من المقبول أنه تحت ذريعة أن نكون تحت ذريعة ممارسة الحق أن نتعسف في استعمال هذا الحق؟ هذه كلها أسئلة تحتاج منا لضرورة الإجابة. المشرع المغربي، نأتي على المشرع المغربي، إلى أي حد تعامل المشرع المغربي مع هذا الحق؟ هل اعتمده كحق مطلق أم قيده؟ أم كيف كانت النظرة التشريعية أو كيف كان المنشأ التشريعي للحق في حرية التعبير؟ الترسانة القانونية المغربية سواء منذ بدايتها، وعندما المنطلق البداية هنا أتحدث عن الدستور خصص الباب الثاني منه لتنظيم حرية التعبير من الفصل 19 منه إلى الفصل 40، وهذه الفصول كلها تعتبر على أن حرية التعبير هي قيمة كونية ولا يمكن حرمان أي شخص من ممارستها. وفي نفس الوقت وضع المشرع المغربي منهجا وسطيا بين الأخذ بالحق في التعبير كأحد الحقوق الكونية وكأحد القيم المجتمعية أو المتفق عليها عالميا، بل وأحد الركائز الأساسية لبناء النسيج الديمقراطي، وبين ضرورة تقييده، لكن اعتمد على مبدأ الشرعية في تقييده وقال إذا نص القانون على ذلك، بمعنى أن حتى إذا كان هناك التدخل على مستوى تقييد هذا الحق فإن هذا التقييد هو مرتبط بالمشروعية وبالشرعية بمقتضى الدستور. وبالتالي هذا يجعل من أن موطئ التشريع المغربي هو موطئ وسطي اعتدالي بين الأخذ بين إطلاقية توزيع الحق وبين ضرورة تقييده على مستوى المضمون. وبالتالي فعندما نتحدث عن في إطار السياق الدستوري فلا نختلف على أنه يشكل نوع أو أساس من الأسس المتعلقة بالنسيج الديمقراطي والإسهام في بناء دولة الحق والقانون إلى غير ذلك، وخاصة أنه يعتبر من خلال مجموعة من المنظمات التي تشتغل في المجال هو أحد المعايير الأساسية في تقدم الشعوب وإلى غير ذلك. فبالتالي فإن التواصل الاجتماعي اليوم أو شبكات التواصل الاجتماعي اليوم تجعلنا في محك هذه الاختيارات، هل سنحافظ على هذه المكاسب الدستورية؟ هل
سنقويها أو نعضدها، أم أنه هناك حاجة شرعية لضرورة التدخل لتقييدها أكثر؟ فإذا ما وصلنا على أن الحرية في التعبير هي قيمة كونية، وكذلك هو حق غير مطلق، وإنما هو حق قابل للتقييد، لكن كيف هي طبيعة هذا التقييد؟ هل هو تقييد من أجل التقييد وفقط، أم أنه تقييد يرتبط بحماية مصالح جوانب أخرى؟ لأن الحق في حرية التعبير سابقاً كان وجوده لا يرتبط بوجود استقلالي لذاته، وإنما ارتبط وجوده بحقوق أخرى كالحرية في الاعتقاد، كمناهضة التعذيب والعبودية والقصر وكل ما ذلك. لكن اليوم نجد على أن حرية التعبير يأخذ لنفسه مكانا داخل الحقوق منفردا، وأنه ينفرد لنفسه وبخصوصيته في مجال الإسهام والتعبير والحرية والبناء الديمقراطي. فالتشريع المغربي على المستوى الوطني بعدما سلطنا الضوء عليه على مستوى الدستور، فهناك مجموعة من النصوص القانونية التي تتحدث عن هذا الحق وتكشف عن بعض أغواره. فقانون، هناك قانون حريات العامة، هناك قانون الصحافة، هناك قانون متعلق بحماية المعطيات الشخصية، هناك مجموعة من الفصول من قانون الجنائي. لكن ما هو الرابط بين كل هذه النصوص القانونية؟ نجد على أن كل الفصول المنصوص عليها في القانون الداخلي هي أسست على مصالح وبنيت على مصلحة حماية الغير، بمعنى أن حرية الفرد تبتدئ وتنتهي في عدم المساس بحقوق الغير، لكن نجدها في بعض الأحيان أنها تمس الشخص الممارس لهذا الحق من خلال التعسف في استعماله وفي غير منحاه. وبالتالي اليوم إذا كان هناك من خطاب حول ترشيد هذا الحق، حول حكامة تعبيرية، حول ضرورة إيلاء عناية لهذا الحق من أجل حمايته، فالتخوف لن يكون أبدا من خلال تنظيمه، أو لن نتخوف من أي تدخل تشريعي ما دام أن هذا التدخل سيكون يصب في مصلحة العامة ولتقوية حرية التعبير في مساره الصحيح. وبالتالي كما قلت على أن تنظيم الحياة الافتراضية اليوم من خلال التفكير بإعادة تنظيمها أو محاولة تقنينها، يسائل المنظومة التشريعية المغربية هل القانون المغربي أضحى فاشلا في مواجهة الحرية، وهل هو غير ناجع في مواجهة الحرية التعبير؟ هل أن الترسانة القانونية الداخلية الوطنية الجنائية التنظيمية أضحت اليوم غير قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي والتطور المعرفي والتطور الاستهلاكي لهذا الحق؟ فالمغرب ليس بمعزل عن باقي الشعوب، ومتعطش للحرية، للقانون، للديمقراطية، لكل ذلك، لكن هذا التعطش لا يجب أن يكون، أو أن هذا الاستهلاك المفرط في نظري هو قيمة ولا يمكن أن نتخوف منه ما دام أنه يصب في مصالح عامة ولا يؤدي إلى مصالح خاصة قد ربما تضرب الغايات المنتهجة في بداية وجود هذا الحق كقيمة مضافة للإنسانية جمعا. وبالتالي لما كنجيو بلغة الواقع، كنجيو كنهضروا على شخص مثلا كي قال واحد الفكرة معينة من خلال الصفحات الفيسبوكية، جميل، لكن إذا كان هذا السيد عبر على فكرة معينة، على فكر، على ثقافة، على مبدأ، كيف ما كان طبيعة هذا المبدأ؟ فقبل ما نقيمه هذا الحق، هذا واش هو حق
واش هاد 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 المنشور اللي نشر هذا السيد هذا، واش هو منشور ينصب فعلا في الاستعمال الراشد لهذا الحق، او هو يشكل جريمة؟ يجب ان نتساءل عن موضع ممارسة هذا الحق. هو شبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي الوجود ديالها ارتبط بالمعرفة. ملي كنهضروا على الفيسبوك الكل يعلم، ولا يجب ان نغيب هذا الامر عن نقاشاتنا. فيسبوك لما انشئ بين مجموعة طلبة للعلم، وحتى حتى التسمية ديالو استمدت من الكتاب، وبالتالي المنشأ ديالو هاد منشأ التواصل الاجتماعي كان واحد المنشأ جد معقلا، جد قيمي، جد معرفي. اليوم واش الممارسة تعكس الوجود ديال هاد الوسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا هو السؤال الحقيقي. ماشي ما كاينش هناك تضارب ما بين ممارسة هذا الحق والقانون، بقدر ما هناك تضارب أو تحدي في مجال أن واش هاد ممارسة هذا الحق فعلا تعكس القيم الخفية التي أوجدت لها هذه الوسائط الاجتماعية. فالتطبيقات على مختلفها، سواء تويتر، فيسبوك، يوتيوب، واتساب، كل هذه التطبيقات لا أعتقد أنها تشكل وسائل للمساعدة في الجريمة من حيث كينونتها. هي أوجدت للتواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمة إنسانية لكل البشر، وخدمة عالمية لجعل العالم قرية واحدة. فالتكتل الاجتماعي والاستهلاك الجماعي لهذا الحق بواسطة هذه الوسائط هو التحدي الأكبر. فالرهان، هل سنكسب هذا الرهان أولا في أن نعكس هذه الممارسة لتكون معبرة عن غاية إنشاء هذه الوسائل، ثم أن ننتقل من بعد ذلك لمخاطبة لغة القانون؟ فلغة القانون أعتقدها في نظري مسألة التقنين هي آخر محطة يمكن أن نتحدث عنها، لأن السلوكات التعبيرية التي قد تظهر في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس كل سلوك مخالف فهو جريمة. فهناك من السلوكات، هناك من التعابير التي ربما تنزل بين منزلتي الحق في التعبير والجريمة، وتضع لنفسها موطئة مخالفة قواعد الأخلاقية، وبالتالي تؤدي إلى الاستهجان المجتمعي. وكذلك لا يجب أن نغيب مسألة القيم المجتمعية التي يجب أن تكون حاضرة في تعابيرنا، وأن تكون قيمة مضافة تقوي وتعضد حرية التعبير. وبالتالي المراحل، يجب أن نحترم المراحل ولادة هذا الحق، وأن لا نحرقها بالأخذ من الحق إلى القانون، وكأن ليس هناك أي محطة بين ممارسة الحق وبين المساءلة فيه. فالمشرع المغربي من خلال القوانين المتوفرة، أعتقد في نظري المتواضع وبلغة أكاديمية، هو وفر وعاء حمائيا قويا لحماية حرية التعبير. عند التشريع الجنائي المغربي، سواء النصوص الخاصة أو النصوص العامة، فيها ما يكفي من حماية هذا الحق، لأن الردع العام وهذه النصوص هي معبرة الإيمان. راه المشرع هو لغة المجتمع، وبالتالي المجتمع هناك تعاقد اجتماعي على أن مجموعة من القيم لا يجب أن تنتهك تحت مظلة الحقوق، وبالتالي استوجب وضع حدود ورسم معالم للممارسة لهذا الحق. وبالتالي قاعدة التجريم والعقاب كانت حاضرة وبقوة من خلال مجموعة من النصوص. لكن أتساءل هنا على طبيعة الفاعل أو مرتكب هذه في الوجه الآخر. إذا كان عندنا وجه إيجابي للحرية في التعبير الذي الكل يصفق له، والذي كل يقف إلى جانبه، فهنا فكذلك بنفس الحرقة لحماية هذا الحق، يجب أن نقف في مواجهة كل من يحاول أن يضعف هذا الحق. وأن إضعاف الحق ليس من خلال التشريع
وإنما من خلال بعض السلوكات الارتدادية التي لا تعبر عن القيمة الدستورية. وبالتالي فإن قيام باستغلال ماكر للحق أو تحت مظلة الحق سيؤدي بالضرورة إلى إضعافه وإلى فقدان مبدأ الشرعية في ممارسته. ولكن اليوم إذا عرجنا وحاولنا أننا نجيب بواحد تفكير جديد أو أننا نقننوا هذه الحرية في التعبير، أعتقد أننا نبحث عن هوية جديدة لحرية التعبير. عن أي هوية نريد؟ واش نريد هوية كونية أم نريد هوية تنضبط للخصوصية ديالنا؟ وخاصة أننا كنعرفوا أن حتى في مجال التقعيد واختيار النصوص فمن الخصائص البسيطة والمتعارف عليها في القواعد القانونية أنها تكون واقعية، أن تكون ملامسة، وأن تكون عامة، وأن تكون ترتبط ارتباط الوجود والعدم بالمجتمع. اليوم هل هناك ظواهر اجتماعية بفضاءات التواصل الاجتماعي تستدعي منا التفكير بإعادة ترتيب الفصول، التفكير بإعادة سن نصوص أخرى للجريم؟ أعتقد أنه يجب أن نضع اليوم، يجب أن نضع فواصل حقيقية وفاصلة لترشيد هذا الحق بحمايته من خلال النصوص اللي عندنا. أما أن نتجه في اتجاه معاكس من أجل أنه نقننه ونوجد واحد تشريع آخر، أعتقد سيؤدي إلى تضخم جنائي. أرى من المبادئ المتعارف عليها في النصوص الجنائية على أن الفعل لا يوصف إلا بوصف واحد، وبالتالي من كنشوفوا هذا الفاعل هذا كيف يمكن أن نتصور أو الوصف القانوني لهذا الشخص؟ هي جريمة معنوية، والجريمة المعنوية أو فاعل معنوي هو معاقب مقصد القانون، وقد يكون فاعلا أصليا. هذا السيد هذا شنو كيدير؟ كيصرح بواحد التصريحات أو يقوم بنشر أو يقوم بالتحريض، سواء برسائل مكتوبة أو بفيديوهات أو مقاطع أو صور أو أي شيء من هذا القبيل. والتشريع الجنائي سواء فيما يتعلق الجانب ديال حماية الحياة الخاصة أو المؤسسات أو التحرير أو عندنا ترسانة قانونية قوية وفتح النقاش اليوم حول إمكانية التقنين، هو إضعاف للتشريع الوطني، وهو حكم قيمة على أن التشريع الوطني غير كفيل بحماية هذا الحق، وهو الأمر الذي غير صحيح. الحمد لله هناك نجاعة تشريعية موجودة، والدليل على ذلك هل هناك احتياج مجتمعي لفرض المزيد من القيود؟ هل هناك حاجة؟ منطلقات الحاجة هي المحدد الأساسي في إمكانية التقنين من عدم، وبالتالي في التقنين لا يمكن أن يكون مبنياً على الهوى بقدر ما أنه يجب أن يكون مؤسساً على وقائع ومؤسساً على احتياج مجتمعي كما قلت. لذلك بحكم أن الموضوع هو موضوع تفاعل أكثر من ما هو موضوع يجعل منا أن نسلط الضوء عليه من ناحية تعريفية أو غير ذلك، هو موضوع يجعل من الجميع يتحدث حول كينونته وحين تصحيح ومحاولة تصحيح مساره. وبالتالي الشيء الذي يفرض القول على أن التخوف من مظاهر التدخل التشريعي لا يجب أن يكون مدعاة للريبة متى كان يصب في المصلحة العامة. أترك المجال للنقاش أكثر لباقي الزملاء، وشكرا مرة أخرى للأستاذ محمد. شكرا للأستاذ الفاضل الأستاذ شريف الغيام على هذا التدخل الذي أتاح مجموعة من المسائل التي تصب حول مدى وضع ضوابط قانونية لحرية التعبير بالوسائط الاجتماعية، علما أنه هناك من يتساءل ما الغاية من التشريع؟ قد يولد ميتا، أم هل نحن أمام
يعني صراع بين السلطات، لأننا نعلم بأن هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وكذلك سلطة الإعلام، والآن ظهرت لنا سلطة أخرى هي سلطة التواصل الاجتماعي. علاقتي بهذا الموضوع قد يجرنا كذلك إلى حماية المستهلك، وعندما أتحدث عن حرية التعبير وعلاقتها بحماية المستهلك وكذلك التواصل الاجتماعي توقفني مقولة الرئيس الراحل جون كينيدي بتاريخ 15 مارس 1962، قال في خطابه الشهير، قال: نحن المستهلكين المجموعة الاقتصادية والأكثر أهمية والتي تؤثر وتتأثر بالاقتصاد، إلا أن صوتها لا يزال غير مسموع. لكن أقول لو بقي جون كينيدي حيا لعرف أن المستهلكين أصبح أصواتهم مسموعين، ومن ساعدهم هو التواصل الاجتماعي من خلال التعبير عن حريتهم ومقاطعتهم لأي منتوج أو سلوك يضر بالمستهلك، وترجمتها على أرض الواقع. وكان لعل خير مثال مسيرة الشموع بطنجة التي ترجمت على أرض الواقع، لكن نجد في المقابل أن هناك من يريد أن يستعمل حق الفيتو من أجل تكميم أفواه حرية التعبير التي يكون هدفها تضييق من آليات التي يمكن أن يستفيد منها المستهلك. إذن هذه الآليات التي جاء يعني المشرع من أجل يعني تقنين التواصل الاجتماعي والتضييق على المستهلك هو ما ستحاول أن تتناوله الأستاذة الخالدي من خلال يعني مشروع قانون 22/20 الذي يضيق من آليات الدفاع عن حقوق المستهلكين. وحيل لها الكلمة فلتتقدم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الوعد الصادق الأمين، وعلى من صار على سنته إلى يوم الدين. أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى زميلي المحترم الأستاذ عبد الإله المحبوب المنسق البيداغوجي لهذا اللقاء العلمي عن بعد، وكذلك إلى السيد نائب العميد الأستاذ ياسين تباع المنسق التقني على دمهم المتواصل ومجهوداتهم الجبارة في إنجاح هذا الورش وإخراجه إلى حيز الوجود. كما أتقدم بالشكر أيضاً لكل المتتبعين لهذه الجلسة العلمية من أساتذة وطلبة وعموم، أتمنى أن تعم الفائدة وأن نكون عند حسن ظن الجميع. سعيدة أيضاً في هذه الأمسية المباركة بمشاركتي في مناقشة موضوع تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك، إلى جانب ثلة من زملائي الأجلاء كل باسمه وصفته. مداخلتي تحت عنوان مشروع قانون 22/20 يضيق من آليات حماية المستهلك. سأحاول من خلالها الوقوف ومناقشة نقطة أساسية كانت السبب، إلى جانب نقط أخرى طبعاً، في إثارة نقاش ساخن ومحتدم عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي حول مشروع قانون 22/20، يعني المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، ويتعلق الأمر بالتحديد بتجريم المقاطعة كآلية من آليات الدفاع عن حقوق المستهلكين. قبل الخوض في مناقشة الموضوع، لا بأس في البداية من تحديد مفهوم الطرف المقصود بالحماية وفي مواجهة من. والأمر هنا يتعلق بالتحديد بالمستهلك، وهو حسب المادة الثانية من قانون 31/08 الخاص بتحديد تدابير حماية المستهلك، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي. فمن خلال هذا التعريف يمكن القول أن المستهلك يمكن أن يكون شخصا طبيعيا، يعني شخصا ذاتيا، أو شخصا معنويا،
المستهلك إذن هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني أو يستعمل منتوجات أو خدمات. يعني أن مفهوم المستهلك لا يقتصر على الشخص الذي يقتني، أي الذي يرتبط بالطرف الآخر وهو المورد بموجب عقد استهلاكي، وإنما يمتد هذا المفهوم ليشمل حتى الشخص الذي لا يرتبط بالمورد بأي علاقة تعاقدية، وإنما يستعمل فقط ما تم اقتناؤه من طرف شخص آخر، مثلا رب أسرة مثلا اقتنى آلة تستعملها الزوجة أو الأبناء أو العامل في المنزل أو الضيف أو غيرهم من الأشخاص. إذن المعيار الأساس في تحديد مفهوم المستهلك هو أن يكون اقتناء المنتوجات أو الخدمات أو استعمالها لغرض غير مهني، أي لغرض خاص إما شخصي أو عائلي. إذن في مواجهة من هذه الحماية؟ في مواجهة المورد أو المهني كما تتداوله التشريعات المقارنة، اللي هو الطرف الثاني في هذه المعادلة، والمورد حسب دائما المادة الثانية من القانون 31/08 هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري، بمعنى أن التصرفات التي يبرمها تدخل في إطار النشاط المهني الذي يمارسه، سواء كان تجارة أو صناعة أو حرفة أو غيرها من الأنشطة المهنية. قانون 31/08 ضمن للمستهلك بالمفهوم المشار إليه سابقا العديد من الحقوق، كما جاء في ديباجة هذا القانون، وهي الحق في الإعلام، الحق في حماية حقوقه الاقتصادية، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الاختيار، والحق في الإصغاء إليه. المستهلك عبر مختلف دول العالم، خصوصا التي تعتمد النظام الرأسمالي، يتوفر على العديد من الآليات تسمح له بممارسة هذه الحقوق والدفاع عنها. من ضمن هذه الآليات حقه في مقاطعة بعض المنتوجات أو الخدمات لأسباب عدة، كالزيادة في الأسعار مثلا، أو غياب الجودة، أو أن المنتوج يشكل خطورة معينة على صحته وسلامته، وغيرها من المشاكل المرتبطة بالسوق الاستهلاكية عموما. إذن ماذا نقصد بالمقاطعة ارتباطا بموضوع المداخلة؟ المقاطعة كأسلوب للدفاع عن حقوق المستهلكين تكون بحمل هؤلاء على التوقف أو عدم اقتناء منتوج أو خدمة معينة يقدمها فاعل اقتصادي معين، أو التعامل مع مشروع معين بهدف الضغط عليه للتراجع عن سبب المقاطعة، وهو ما يعرف بالامتناع أو الإضراب عن الشراء. كما قد تكون المقاطعة عن طريق دعوة جمهور المستهلكين إلى ترشيد استهلاكهم وتخفيضه إلى الحد الأدنى بالنسبة لبعض المواد الضرورية التي لا غنى عنها والتي تكون محل احتكار من طرف منشأة اقتصادية معينة. هناك من يعرف المقاطعة بأنها عملية التوقف الطوعي للمستهلك عن شراء أو استخدام سلعة أو خدمة معينة تقوم بإنتاجها أو توزيعها أو بيعها جهة معينة تسيء أو تلحق ضرراً به أو بغيره، كشكل من أشكال الاستنكار أو الاعتراض على هذا الأسلوب. إذن المقاطعة بهذا المفهوم تعتبر وسيلة من بين العديد من الوسائل اعتمدتها العديد من دول العالم، سواء الغربي أو العربي، لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه. والمغرب بدوره عرف خلال سنة 2018 حملة مقاطعة ضد
ثلاث شركات تجارية ذات علامات تجارية معروفة في السوق الاستهلاكية المغربية. إذن المقاطعة كآلية للدفاع عن حقوق المستهلكين تدخل في إطار الدور الإعلامي لجمعيات حماية المستهلكين. هذا الدور الذي يعتبر جزءاً مهماً من مهام هذه الجمعيات ومن مهامها الأساسية طبعاً، يعني مهام الجمعيات، وواحداً من أهدافها المنشودة وفقاً طبعاً للفصل 152 من قانون 31/08 المحدد لتدابير حماية المستهلك. هذا الفصل الذي ينص على أن جمعيات حماية المستهلك تتولى الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك. إذن هذه المهمة، يعني مهمة الجمعيات اللي كتجلى في الإعلام والتوعية، كيف تتم؟ قد تتم عن طريق أو عادة بوسائل الإعلام الخاصة، عن طريق إصدار جمعيات حماية المستهلك لجرائد ومجلات متخصصة في مجال حماية المستهلك، وقد تتم أيضا عن طريق وسائل الإعلام العامة سواء المرئية أو المقروءة أو المسموعة. لكن نظرا للتكاليف الباهظة التي تتطلبها هذه الوسائل الإعلامية سواء منها الخاصة أو العامة، والتي تتجاوز الإمكانات المادية لعموم جمعيات حماية المستهلك خصوصا في المغرب لأسباب يعني عدة لا يتسع المقام لذكرها، فإن الجمعيات تلجأ إلى وسائل أخرى أكثر جرأة للدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكين كالمقاطعة مثلا والدعاية المضادة. لكن بالرجوع لمشروع قانون 22/20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل المفتوح والشبكات المماثلة، نجده قد اعتبر الدعوة إلى المقاطعة جنحة يعاقب عليها القانون بنصه في الفصل 14 على ما يلي: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعني التحريض على المقاطعة. إن تجريم الدعوة للمقاطعة فيه إجهاض العديد من الحقوق التي ضمنها قانون 31/08 للمستهلك، وعلى رأسها الحق في الإعلام والحق في الاختيار والحق في الإصغاء إلى المستهلك. ففي الوقت الذي أصبح الإشهار التجاري من أهم الوسائل المعتمدة من طرف الفاعلين الاقتصاديين للتعريف بالبضائع والخدمات والترويج لها والتحريض على استهلاكها بشتى المغريات من أجل استقطاب أكبر عدد من المستهلكين وخلق حاجيات مصطنعة وغير ضرورية لديهم وتصرف عليه أموالا طائلة من طرفهم لاقتناعهم طبعا بأرباحه الكبيرة، نجد للأسف أن يعني المشرع من خلال مشروع قانون 22/20 يجرد المستهلك الحلقة الأضعف في مسلسل الإنتاج والتوزيع والجمعيات المكلفة بالدفاع عن حقوقهم من الحق في اللجوء إلى المقاطعة كآلية لضبط السوق الاستهلاكية من خلال الضغط الذي تشكله هذه المقاطعة على الفاعلين الاقتصاديين للتراجع عن أسبابها مهما كانت. الغاية من هذا القانون أو من هذا المشروع كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة آنذاك، الإحاطة هي الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لا سيما يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة دائما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي. أقول في هذا الصدد بالضبط
أن الحفاظ على النظام العام الاقتصادي لا يتأتى بتاتا من خلال الانتصار لمصالح فئة اجتماعية على حساب فئة أخرى، وإنما من خلال حماية حقوق ومصالح الفئة الأضعف اجتماعيا وهي المستهلكين، من أجل ضمان نجاح واستمرار النظام الاقتصادي المعتمد. لذلك يتعين على الحكومة نهج سياسة واضحة لحماية المستهلك، فعوض محاربة المقاطعة وتجريمها يجب على المشرع تقنين المقاطعة وتحديد ضوابطها كآلية أساسية لتحقيق الضبط الاقتصادي من خلال إضافة نصوص قانونية متممة لقانون 31/08 الخاص بتحديد تدابير حماية المستهلك، وبالضبط في الباب المتعلق بجمعيات حماية المستهلك. فكأن هذا القانون أعطى لهذه الجمعيات الحق في التقاضي نيابة عن المستهلكين، وإن كان قد خلق هذا الحق عندما ربطه بصفة المنفعة العامة، على المشرع أن يمكن هذه الجمعيات أيضاً من آليات أخرى للدفاع عن حقوق المستهلكين كالمقاطعة والدعاية المضادة، بدل تجريم المقاطعة في مشروع قانون لا علاقة له بحماية المستهلك. الأدهى من ذلك أو من هذا أن هذا المشروع أقر عقوبة سالبة للحرية حددها بين 6 أشهر و3 سنوات، في الوقت الذي نجد أن كل عقوبات الزجرية عن المخالفات المنصوص عليها في قانون 31/08 الخاص بحماية المستهلك هي عقوبات مالية، يعني غرامات مالية. تصوروا معي يعني أن المشرع يعاقب المورد، الطرف القوي في العلاقة الاستهلاكية، القوي اقتصادياً، القوي فنيا وتقنيا، القوي قانونيا من حكم أو من منطلق مركزه القانوني، يعاقبه عن المخالفات لمقتضيات قانون حماية المستهلك بعقوبة مالية فقط، في حين يعاقب المستهلك بعقوبتين مالية من 5000 إلى 50000 درهم، وعقوبة سالبة للحرية تصل إلى 3 سنوات حبساً أو سجناً، أو بالأحرى هاتين العقوبتين كما نص المشروع في مادته 14. والله لمفارقة غريبة، لم نعد نعرف من الأولى بالحماية، هل المستهلك أم المورد؟ في نظري أن هذا التشديد والتضييق على المستهلك وعلى الجمعيات المكلفة بمناصرة حقوقه ليس له إلا تفسير واحد، هو الضغط السياسي الذي تمارسه المشروعات الاقتصادية، خصوصا بعد نجاح مقاطعة بعض الشركات التجارية سنة 2018. أريد أن أضيف نقطة أخرى أو نقطة أخرى تثير الانتباه ولا يمكن لأي باحث المرور عليها هكذا دون تساؤل، هي هذه السرعة والعجلة في إخراج هذا القانون حيز الوجود، يعني خصوصا مع هذه الضفية التي تعيشها بلادنا بسبب فيروس كورونا يعني أو كوفيد-19، وانشغال المغاربة بهاجس الأمن الصحي والغذائي والتعليمي بالدرجة الأولى، أين يكمن طابع الاستعجال في هذا القانون الذي يمس ويعني آخر مواطن مغربي موجود في أنأى منطقة من التراب الوطني؟ أولاً لأنه مستهلك، ثانياً لأنه يستعمل الفضاء الأزرق كمتنفس وكوسيلة حديثة للتعبير عن الرأي. لذلك أقول لا داعي لهذه العجلة وإعادة صياغة بنود هذا المشروع مع اعتماد المقاربة التشاركية التي تعتبر من الأسس الدستورية، إلا إذا كانت طبعاً هناك نوايا أخرى. نحن لا نسيء الظن بأحد، ولكن الظروف المحيطة تدفعني إلى طرح هذه الأسئلة إلى جانب العديد من المهتمين بالشأن الوطني. لذلك نطالب بمراجعة محتوى هذا المشروع
بشراكة مع كل الأطراف المعنية والجمعيات الحقوقية، والتأني في إحالته على البرلمان حتى تنجلي هذه الظروف الاستثنائية، مما سيتيح لكل أعضاء هذه المؤسسة الدستورية مناقشة بنوده والوقوف على ما يعتريها من خلل أو نقص أو عدم انسجام. كما نطالب بسحب الفصول المتعلقة بالمستهلك من مشروع هذا القانون، حفاظاً على انسجام ووحدة النص القانوني بما فيها الفصل 14 الذي يجرب الدعوة للمقاطعة، وتنظيم هذه الأخيرة يعني المقاطعة ضمن مقتضيات قانون 31/08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، باعتبار المقاطعة طبعاً السلاح الأساسي والمناسب لمواجهة العديد من مظاهر التجاوز الاقتصادي في ظل سياسة اقتصاد السوق، وذلك من أجل حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتوجات والخدمات المعروضة، ومنع التعسف والإكراه الاقتصادي، وضبط الأسعار ومنع تجاوزها. هناك بعض المقترحات يعني في إطار تنظيم هذه المقاطعة، أقول أن تنظيم المقاطعة يجب أن يكون وفقاً للشروط التالية: أولاً، أن يكون الهدف من استعمال المقاطعة هو الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين، أي المصلحة المشتركة لمجموع المستهلكين المتضررين من جراء تصرف منتشر على نطاق واسع، مثلاً كالزيادة في الأسعار، ضعف الجودة، الدعاية الكاذبة، عيب ثابت في أشياء مصنعة، أو الخروج عن المألوف في نماذج العقود المعروضة على المستهلكين. وبالتالي فالمصلحة الجماعية للمستهلكين تأتي في منتصف الطريق بين المصلحة العامة لمجموع المواطنين والمصلحة الفردية لكل مواطن أو لكل مستهلك. ثانياً، أن تكون الوسائل القانونية لتوفير هذه الحماية غير موجودة أو غير متوفرة. ثالثاً، وباعتبار المقاطعة تشكل خطراً حقيقياً على المشروع الاقتصادي الموجه ضده، يهدده بالإفلاس أو على الأقل بخسارة كبيرة، ويؤثر سلباً على سمعته التجارية في السوق، وللحيلولة دون الوصول إلى هذه النتائج غير المرغوب فيها، وحفاظاً على مصالح كل الفاعلين الاقتصاديين وأولهم المستهلكين، من الأفضل أن توجه جمعيات حماية المستهلك يعني التي تدعو إلى المقاطعة إنذاراً أو إشعاراً لصاحب المنتج أو الخدمة المعنية بالمقاطعة، وتطلب منه التخلص من أسباب هذه المقاطعة داخل أجل معقول قبل أن تطبق المقاطعة فعلياً. رابعاً، إذا لم يستجب الفاعل الاقتصادي لهذا الإشعار أو لهذا الإنذار، يتعين على الجهة الداعية للمقاطعة مراجعة الغرفة المهنية التي ينتمي لها المشروع الاقتصادي المعني بالمقاطعة لإيجاد حل للمشاكل المطروحة، يعني طبعاً قبل تطبيق المقاطعة فعلياً. خامساً، وسداً للطريق أمام أي منافسة غير مشروعة، أي منافسة غير شريفة، يتعين حصر الجهة التي لها الصلاحية للدعوة إلى المقاطعة، والجهة هنا أو الجهة المناسبة في هذه الحالة هي الجمعيات المكلفة بالدفاع عن حقوق المستهلكين دون غيرها من الجهات الأخرى. عموماً، حتى أختم، آلية المقاطعة لا زالت غائبة في مجتمعنا الاستهلاكي بسبب انعدام الثقافة الاستهلاكية وجهل المستهلك المغربي بالعديد من حقوقه المشروعة التي يكفلها له الدستور أولاً والقوانين المعنية بحماية المستهلك، وعلى رأسها يعني قانون 31/08 وقانون 24/09 المتعلق بمسؤولية المنتج عن المنتجات المائبة وغيرها من النصوص القانونية الأخرى، إضافة إلى عامل أساسي يكمن في عدم ثقل مركز
الجهات الداعية إلى المقاطعة، لذلك فهي تبقى يعني لحدود الآن غير مؤثرة لعدم إشراك القاعدة فيها والجمعيات التي تدعو إليها وتشارك فيها، يكون تأثيرها ضعيفاً لضعف إمكانياتها المادية بسبب قلة عدد المنخرطين وضعف الاشتراكات التي يدفعونها، مما يجعل دعوتها للمقاطعة لا يضاهي حملات الدعاية والإشهار الضخمة التي تقوم بها المشروعات الاقتصادية الموجهة المقاطعة ضدها طبعاً. ولا أحد ينكر ولا أحد يجادل في النتائج السلبية والتأثيرات السلبية لهذه الدعايات يعني أو لهذه الإشهارات التجارية على المصالح المستهلك، بالخصوص المصالح الاقتصادية. إذن المستهلك له حقوق أساسية معترف بها قانونا، من بينها الحق في التثقيف، وتفعيل هذه الحقوق لن يتم إلا عن طريق جمعيات حماية المستهلك. لذلك على الحكومة أن تمكن هذه الأخيرة من وسائل إعلامية ضاغطة وأكثر جرأة تصل إلى المستهلك مباشرة، مثل الدعوة إلى المقاطعة، باعتبار هذه الأخيرة يعني المقاطعة تبقى من أقوى وسائل الاحتجاج ضد أي تجاوز أو تعسف اقتصادي، ووسيلة ضرورية لتحقيق الرقابة الشعبية على السوق الاستهلاكية. إذن أكتفي بهذا القدر، وأشكر لكم حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً للأستاذة نزار خالدي على هذه المداخلة القيمة. الأستاذة خالدي، كنت كتقولي الناطق الرسمي، الناطق الرسمي كنت كنظن غادي تقولي لي انا هو الناطق الرسمي، وتفولي عليا بانني نكون ناطق رسمي، ولكن ما ذكرتيش سميتي. الاستاذه تحدث عن المقاطعه، بخصوص المقاطعه هو كنعرفوا بان المقاطعه كتكون هي رده فعل لعدم الاستجابه لصوت المستهلكين، فلا يمكن للمجتمع ان يعمل اي مقاطعه ضد شركه او مقاوله إذا كانت تتعامل مع المستهلكين بالشفافية والنزاهة. لكن ما يجعلنا قد نتعاطف مع هذه الشركات من جانب واحد، وهي أن هذه الشركات تقوم بتوظيف مجموعة من الأجراء، بالتالي فتضرر هذه المقاولة أو هذه الشركة، فإن المتضرر الأساسي هم هذه الأجراء اللي عندهم أسر وأولاد طبيعة الحال. إذن هذا كيجعلنا يعني نتساءلوا حول توازن بين المستهلك وبين هذا المنتج، وهذا هو يعني التساؤل اللي ممكن نطرحه على الأستاذ يوسف تبير حول حدود التوازن بين حماية المستهلك وحقوق المنتج في التشريع المغربي. أستاذ تبير وهو أستاذ بكلية الحقوق بتطوان، فليتقدم مشكورا. شكرا أستاذ محبوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أتوجه بالشكر إلى الأستاذ المحبوب الذي صير على تنظيم هذه الندوة العلمية افتراضية، والتي اختار لها موضوع تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك. كما أتوجه بالشكر بطبيعة الحال إلى كل من شارك معي في هذه الندوة من أساتذة وفاعلين وقضاة. طبيعة الحال هذه الندوة تأتي في سياق خاص، في سياق يعيش فيه العالم، يعيش فيه العالم في ظروف خاصة، في جائحة لم يعرفها من قبل، وأيضا نحن في المغرب لم نعرف أيضا مثل هذه الجائحة التي مرت وتمر بنا، نسأل الله العافية. بطبيعة الحال كان هذا الموضوع الذي نقربه اليوم، والذي اختير له هذا العنوان، يأتي في سياق خاص، سياق صدور مشروع قانون يتعلق هذا المشروع بالاستعمال شبكة التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة.
بطبيعة الحال عندما صدر هذا المشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى الحقوقي وكذلك على المستوى الأكاديمي. وها نحن اليوم نناقش هذا الموضوع من زوايا مختلفة، من زوايا متعددة، فيما فيها زوايا حقوقية والزوايا التشريعية، ثم زوايا متعلقة بحماية المستهلك كطرف أصيل في هذه المعادلة. عندما نتصفح هذا القانون ونجد أن المشرع عندما وضع هذا الموضوع، وضع هذا المشروع القانون، تحدث في الباب الثالث في مقتضيات زجرية، وأنا أسطر هنا على مقتضيات زجرية في الفصل الأول حينما تحدث عن الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي. الجرائم وتحدث عن الجرائم الماسة بالأمن والنظام العام الاقتصادي، وهو يتحدث في هذا النظام العام الاقتصادي كمصطلح. للأسف كنا نتمنى أن المشرع من خلال هذا مشروع قانون أن يعرف لنا معنى الأمن الاقتصادي، لأنه في البداية وكباقي القوانين الحديثة أنه دائما كان هناك باب يتعلق بالمفاهيم، بالمصطلحات والمفاهيم. والمشرع خلال هذه المرحلة، أو أقول على أن الحكومة في هذا الباب عندما قدمت هذا مشروع قانون صدرته بباب خصصه للأحكام العامة، فأعطت مصطلحات، حددت مصطلحات، وهذا جيد عبدوه. لكن عندما تحدثت عن مجموعة من المصطلحات لم تحدد لنا مفهوم الأمن العام والنظام العام الاقتصادي. فتتحدث عن النظام العام الاقتصادي وتربطه بجرائم دون أن تحدد لنا هذا المفهوم النظام العام الاقتصادي. طب هل هذا المفهوم الفضفاض الغير معرف هنا لا يمكن إلا عند تعريفه يعطي مجموعة من التفاسير عند مجموعة من التأويلات الفقهية. لكن عندما طلعت في الموضوع وجدت على أن المجلس الدستوري الفرنسي يحدد مفهوم الأمن العام الاقتصادي، ويحدد هذا المفهوم أنه يربطه اعتبارا وثيقا وجودا عدما بالتنافس والمنافسة الاقتصادية، حماية المنافسة الاقتصادية داخل السوق، بمعنى مفهوم المخالفة. على أن هذا المفهوم، مفهوم النظام العام الاقتصادي كما أعطاه المجلس السوري الفرنسي، هو يأتي في سياق في حماية للمستهلك وليس العكس. للأسف نأتي عند هذا المشروع ويأتي به الحكومة في إطار مشروع قانون في باب مقتضيات زجرية، وتحدد مجموعة من الجنح كما حددته قبل قليل الأستاذة الفاضلة، في ثلاث سنوات إلى من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وزيد على ذلك سأزيد وسأضيف في ذلك خلال الفصول التي حددتها أو حدد المشرع، التي هي الفصول من 13 إلى 22، وهي فصول كلها تجرية تتعلق بالجريمة والعقاب والغرامات. بالحال هنا في هذه الندوة القيمة التي نحن بصددها، حاولت أن أقارب موضوع وأقاربه من زاوية الأكاديمي، من زاوية الأكاديمي. من خلال ماذا؟ من خلال عنوان اخترت له عنواناً إذن في انتظار يعني دخول الأستاذ تبر،
سأحيل الكلمة إلى الزميل الأستاذ هشام العزوزي الإدريسي ليتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، الحدود بين حرية التعبير والنشاط الإجرامي. فليتقدم شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. في انتظار كما قلت في انتظار رجوع الزميل يوسف تبر، أقوم باستعراض ربما أو بداية مقدمة للمداخلة. إذن الشكر الجزيل للأستاذ يوسف للأستاذ المحبوب على جمعنا في هذا المجمع المبارك الافتراضي، وشكرا للتقنيين أخص بالذكر الأستاذ السيد نائب العميد السيد ياسين التباع، وأشكر الإدارة موفرة لنا صفحة على فيسبوك والتقنيات التواصل الاجتماعي والمساعدة والتقنية التي نستعمل بها الآن وعبر التقنيات الأخرى التي نستغل بها من أجل إيصال المعلومات للطلبة، من أجل متابعة استمرارية أو استمرارية في إعطاء الدروس للطلبة الكرام ولجميع المهتمين بهذا المجال. إذن بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت، وفي انتظار عودة الأخ يوسف أو الأستاذ يوسف، أقوم باستعراض نقطة أو نقاط مهمة فيما يخص مداخلتي. الحدود بين جريمة بين جريمة وبين حرية التعبير أو الحرية في الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أولا سأكون أكثر دقة وأكثر نقول أكثر تخصصا في مجال القانون الجنائي الخاص. ستكون مداخلتي عن طريق استعراض الأركان المهمة أو الأركان المكونة للجريمة الإلكترونية أو الجريمة مرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذن تعريف ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ المشروع القانون جاء وأعطى بعض التعريفات، لكن ما هي وسائل التواصل الاجتماعي؟ أكاديميا قبل 2007 كان هناك تعريف الفرنسي، تعريف فرنسي يعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي هي ارتباط بين مجموعة من الأفراد والتنظيمات فيما بينها وفي بينهم عبر تفاعلات منتظمة. لكن التعريف الذي أصبح الآن عليه الحال أو بما يتميز به وسائل التواصل الاجتماعي هو تعريف أكثر دقة وأكثر معنى، يعطينا معنى التفاعلات الاجتماعية أو التفاعلات التي تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عصرنا هذا. هذا التعريف هذا يقول موقع هو موقع الشبكة الاجتماعية، عبارة عن منصة، موقع الشبكة أو وسيلة التواصل الاجتماعي هي شبكة اجتماعية عبارة عن منصة اتصالات، شبكة يكون فيها المشاركين ملفات تعريف مرتبطة بتعريف فريد يتم إنشاؤه من خلال مزيج من المحتوى المقدم من المستخدم، يعني البروفيل اللي بغينا نشرحه بالعربية هو ملفات أو مزيج من المحتوى المقدم من المستخدم، الاسم واللقب والهاتف وغير ذلك والصور، والمحتوى المقدم من الأصدقاء وما يقدم لك الأصدقاء في صفحتك أو في البروفيل ديالك، وبيانات النظام، كل بيانات النظام والسيستم، يعني هل ذكر أنت أو الفيسبوك مفتوح أو مغلق. سوف نرى هذه التأثيرات على الأركان الجريمة الإلكترونية، إن حتى طريقة عرض الأفكار أو عرض الرأي يدخل في الركن المادي للجريمة إذا كان هناك جريمة. إذن هو بيانات النظام، وقد يكشف العلاقات علانية والتي يمكن الآخرين اطلاع عليها، يمكنه الوصول إلى تدفقات المحتوى بما في ذلك المحتوى الذي ينشأه المستخدم، بما في ذلك مجموعة من النصوص والصور ومقاطع الفيديو وتحديثات الموقع وغيرها من الروابط التي تقدمها جهة الاتصال الخاصة بهم كالموقع، مثلا موقع فيسبوك أو موقع تويتر وغيرها من المواقع. هذه المصطلحات التي تأتي في التعريف ديال وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي جاء بها المشرع المغربي وفي المشروع ووسائل الاتصال المفتوحة أو البث المفتوح. وسائل البث المفتوح سنقف على بعض الكلمات اللي جاء بها المشرع في نصوص أخرى متعلقة بالتجريم في مواد متعلقة بالتجريم في المجال الإلكتروني، والمشروع الذي جاء به مؤخرا في 2022 اللي سماه وسائل البث المفتوح أو التي على شاكلتها. هذه المصطلحات المهمة تجعلنا نخوض
في أركان الجريمة مرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونحدد ما هو الحد، ما هي الحدود الفاصلة بين ما هو يعتبر نشاط مباح، نشاط يعتبر التعبير عن الرأي والتعبير عن الفكر، أو هو جريمة يعاقب عليه القانون. طبعا المشرع المغربي بعد قبل هذا المشروع هناك عدة قوانين تنظم المجال الإلكتروني وتنظم الجريمة الإلكترونية في بعض نواحيها، في بعض النواحي فيما يخص إما الاعتداء على الأشخاص أو الاعتداء على الملكية أو الاعتداء على المواقع الإلكترونية أو الاعتداء على بعض الرموز ديال الدولة. إذن هذه كثيرة من الجرائم التي تنص عليها المشرع المغربي قبل هذا المشروع. طبعا الجرائم التي نص عليها، أول جريمة نص عليها هي فصل 218 جوج من قانون الإرهاب 0303، الذي اعتبر أن الدخول أو المس بالنظم معالجة الآلي المعطيات يعتبر جريمة إرهابية إذا كان لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي له هدف يعني زعزعة النظام والإخلال أو الإرهاب وغير ذلك. النص هذا جاء قبل أن يكون هناك لم يكن هناك أي تعريف لنظم معالجة الآلي المعطيات، حتى قلنا حتى يجي القانون ديال المس بالنظم معالجة المعطيات في 2003 في نوفمبر، وغادي عرفنا ما هي هذا المس المعالجة المعطيات في فصول 673 670 611، يعني اختراق بعض المواقع والدخول إليها بدون إذن أو بالدخول عن طريق الاحتيال وغيرها من الجرائم التي حددها المشرع المغربي وحدد عقوبتها في الظروف المشددة التي قد تطرأ على هذه النصوص. هنا هذا المعنى ربما لا نأخذ في الجرائم الإلكترونية التي نص عليها المشاريع، ولكن سأخذ فقط في بعض النقاط المهمة التي ربما هي التي تحدد الفرق بين ما هو جريمة وما هو نشاط عادي أو نشاط لا يمكن أن يعتبر إلا تعبير عن الرأي في مواقع التواصل الاجتماعي. نعني بالتواصل الاجتماعي قلنا هو ما ينشر فيه الأشخاص أفكارهم وربما صورهم أو فيديوهات وغيرها من الأشياء التي يمكن نشرها ربما عن حسن نية. إذن مثلا المشرع الفرنسي يعتبر أن أي جريمة إلكترونية لابد أن يكون فيها سوء نية، سوء نية هو المبدأ، وثانيا العلانية، يعني يكون هذا المحتوى الذي يسبب أو ليكون جريمة إلكترونية يكون علنيا تبقى الفصل 23 من قانون 29 يوليوز 1881 متعلق بحرية الصحافة، وهذا النص ما زال موجودا في التعديل الذي حصل على القانون الفرنسي في 2004. إذن مبدأ العلنية، لذا سأعود إلى الكلمة اللي قلت قبل، هو أن مبدأ العلنية، مبدأ العلنية اللي في الركن المادي الجريمة الإلكترونية أن تكون مثلا السب والقذف علنيا، أن يكون التشهير أو التحريض على الإرهاب علنيا. نعود إلى بعض النصوص القانونية التي جاء بها الفصول المتعلقة مثلا بالتحريض على الإرهاب، يقول التحريض أو الإشادة بالإرهاب يجب أن يكون عبر الصياح، مثلا من ارتكب مثل تلك الإرهاب بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية. إذا الكلمة التي تهمنا هنا هي أنظار العموم، معروضة على أنظار العموم. إذا ما هي العلنية كركن مادي من جريمة الإلكترونية؟ العلنية أن تكون الصفحة مفتوحة للعموم، طبعا هذا ركن مادي، ركن مادي أولا يجب أن يكون الدعامة إلكترونية مرتبطة بشبكة إلكترونية أو بشبكة الإنترنت أو شبكة عنكبوتية، هذه من الأركان المادية ديال الجريمة أو النشاط الإجرامي في جريمة إلكترونية. الركن المعنوي قلنا زيادة على الركن المادي، هنا الركن المعنوي هو النية أو سوء النية، يعتبره المشرع القضاء الفرنسي أن سوء النية ليس مفترض ويجب أن يكون، لأن العديد من الحسابات مثلا فيسبوك أو تويتر تخترق من طرف الآخرين ويقوم بنشر ما يحلو لهم في صفحتك، هل تتحمل مسؤولية ذلك النشر إذا كان اختراق وقع من دولة أخرى أو من شخص آخر لا تعرفه؟ إذن سوء النية ليس مفترض، مع طبعا هناك افتراض، ولكن ليس أنت الذي إذا نفيت أنك أنت صاحب الصفحة أو صاحب النشر
فلا يمكن القاضي ان يتشبث بهذه الفكر او بهذه الفكره وان يقول ان لا ما دام انت المسؤول على فيسبوك. اذا هناك شهاده قضائيه مهمه جاء بها القضاء الفرنسي لسوء الحظ، ما عندناش شهاده قضائيه كثيره فيما يخص الجرائم المتعلقه بالصفحات الفيسبوك. هناك مؤخرا اللي شفنا مؤخرا السيده التي قامت بنفي وجود كورونا ونفي وعوقبت بمقتضى المرسوم او المرسوم القانون الذي تم تبني او تم مصدق عليه في 30 مارس 2020، الذي يعاقب طبعا على تصدي الاجراءات المتخذه في مواجهه كورونا قد تصل العقوبه الى 3 أشهر. طبعا عقوبه هذه المراه بكون ان اخبار الزائفه. ساعود بعد قليل الى اخبار الزائفه وما هو القانون المنظم لها بعد قبل المشروع. اذا مساله العلنيه، مساله العلنيه ان يكون الخبر او النشر المرتكب اللي يعتبر جريمه يعتبر ركن مادي اللي هو النشر او الكتابه او نشر او اعاده توزيع. بعض النصوص تاتي النشر او التوزيع او اعاده النشر. طبعا اعاده النشر في سؤال احد الوزير العدل الفرنسي تم سؤاله من طرف احد النواب عن اعاده النشر يعتبر جريمه، فتم التاكيد على ان الفصل 29 من قانون 29 يوليو 1881 يؤكد على ان حتى اعاده النشر ولو انك لست المنتج لهذا الكلام مثلا او للجريمه القذف او السب او التحريض او الاشاده، فمثلا فقط ان قمت بغوتويت بالفرنسيه غوتويت او فقط ان قمت بنشرهم من جديد هذا يعتبر ركنا ماديا في جريمه النشر او جريمه الاشاده بالارهاب. وكذلك احنا اذا كان عندنا واحد الشخص يقوم بالتحريض على الارهاب فانت قمت مثلا بنسخ ما قال وحتى نشره او بارطاجي كما نسميو بارطاجي باش نكونوا اقرب للمستمعين الذي يستعملون الانترنت. الى عملت ريبارطاجي ريتويتي او بارطاجي ومع العلم انك تعلم ان هذه الكلمات قد تحرض احدا على استعمال مثلا الاسلحه او استعمال القذف او السب او التحريض على الدعاره او غيرها اللي تعتبر بعض جرائم نص عليه القانون الجنائي، فانت ارتكبت ركنا ماديا في جريمه مثلا التحريض على الارهاب او الاشاده بالارهاب. هذه قوانين موجوده. لن نتكلم على المشروع، حيث المشروع هناك النصوص المهمه جت في المشروع. لا اتكلم عن المشاريع عفوا الفصول الاستاذ خالدي مثلا الفصل 14 او الفصل 18 ولا الفصل 19، انما هناك فصول اخرى 24 و25 و26 تتكلم عن الابتزاز. مثلا الابتزاز ليس هناك نص ينظم الابتزاز الا هناك الا النص المتعلق بالفصل 538 الابتزاز من اجل الحصول على وثيقه مثلا. لكن هذا الابتزاز مثلا جنسي ولا بنشر صور فضيحه وغيرها، هنا النص الموجود في القانون الجنائي اللي هو الفصل 538 ارتبط هذا النص بجرائم الاموال وادمجه المشرع المغربي في جرائم الاموال. يعني ان الحصول على الوثيقه اما بالاموال او الجنس مثلا اعتبرها جريمه. لكن النص الجديد او المشروع الجديد اللي جاء بهذا الجبهه المشروع الجديد 2022 ينص على ان الابتزاز هنا متعلق بحمايه الشخص، بحمايه الشخص الذي تعرض للابتزاز. هناك جرائم حدث مثلا لممثلين وفنانين مؤخرا، وانت تعلم انتم تعلمون ما هي نتائج هذه الابحاث حيث تورط فيها العديد من الفنانين في الابتزاز. تقوم بعض الفنانين والفنانات بنشر صور فاضحه لاشخاص قبل النشر. الابتزاز هو التهديد بالنشر، لان بعض اعتبرت المحكمه الفرنسيه مقرن الناس بالفرنسي ربما نترجموه il suffit uniquement d'une pression morale. Il suffit une pression morale أو الضغط النفسي على الضحية لكي يقوم بأداء المال مثلا أو تحقيق مطالب الشخص. هذا الضغط الذي يقع من طرف المبتز فقط يعتبر ركنا ماديا في جريمة الابتزاز. هي النص المهم اللي جاء به المشروع. مع إذا غضينا الطرف عن النصوص الأخرى التي أثرت الزوبعة، فإن النصوص الابتزاز يجب أن تكون في القانون الجنائي. ليس هناك نص متعرض للابتزاز الذي يهتم بالشخص، لا أقول الأموال، لأن النص اللي كاين في القانون الجنائي 538 متعرض للأموال. إذا هناك مسألة التحيين أو مسألة وجود بعض النصوص المهمة التي يجب أن يدخلها المشرع المغربي في مسألة التواصل الاجتماعي، لأن هناك العديد من السيئين النيات
لا نقول الجميع، ولكن هناك سيء النيات الذين يستعملون هذه الوسائل من أجل ابتزاز ومن أجل التجسس على الآخرين ومن أجل أن يخترقوا الحسابات الآخرين من أجل ابتزازهم وحصول الأموال أو منافع أخرى. إذن لابد من مشاركة التدخل من أجل وقف هذه الجرائم. قلنا مسألة الجرائم الإلكترونية من عناصرها التي تشكل عنصر مادي هو مسألة العلانية. مسألة العلانية هناك قرارين لمحكمة النقد الفرنسية حتى نعرف أو نتوصل إلى تعريف ما هي العلانية، أو حتى يكون هناك ركن مادي ما هو عنصر العلانية. في قرار صادر عن محكمة النقد الفرنسية في 23 شتنبر 1999 اعتبرت أن توزيع كتاب أو محرر أو وثيقة غير سرية بين متلقين، غير سرية الوثيقة على المتلقين، يشكلون مجموعة من الأشخاص لا تربط بينهم أي مصلحة، يعتبر محققا للعلانية المنص عليه في الفصل 23 من قانون 29 يوليوز 1881 المتعلق بحرية الصحافة. مربط الفرس هنا حتى اعتبرت أن المحكمة هناك مبدأ العلانية قد تحقق أو ركن العلانية قد تحقق، هو كون أن المقرر الذي تم نشره عبر صفحة الفيسبوك هو بين أشخاص يشكلون مجموعة أن جروب لا تربطهم أي مصلحة، يعني أن جروب واحد شخص من واحد الجروب مثلا كيضم فيه أي شخص، هاد الأشخاص المجموعة في الجروب وخا 50 أو 60 شخص اعتبرت المحكمة أن هذه المصلحة التي لا تجمع مصلحة ولا يتعرفون ليسوا أصدقاء، اعتبرت العلنية كافية. إذن هناك اجتهاد قضائي آخر اعتبر أن الفضاء المفتوح أو الشبكة المغلقة هما الفاصل بين تحديد ما هو جريمة إلكترونية وما هو فقط تعبير عن رأي شخصي في مسألة خاصة في فضاء خاص، ما هو الفاصل بينهم. إذن الاجتهاد القضائي يتكلم عن الفضاء المفتوح اللي هو شبكة مفتوحة اللي كنص عليها المشروع ديال 2022 شبكة البث المفتوح، أو شبكة مغلقة. شبكة المفتوحة ما هي؟ إذن فضاء التواصل المفتوح، ما هو فضاء التواصل المفتوح حتى يعلم ما هو النص، ما هو الركن المادي لهذه الجريمة. إذن أن يكون الفعل مثلا المجرم وقع في فضاء مفتوح أو في 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 فضاء مفتوح نعني به هو ما يمكن الولوج إليه من أي شخص، يكفي أن نقر على صفحته أو فضائه أو اشتراك في صفحته أو حسابه عن طريق أبوني أو المتابعة سويفر للعمومي لأي صاحب منفعة أو شخص ما في مثلا عندهم جروب ديال الأزهار أو ديال النحل أو ديال، ودخلت بطريقة سهلة دون طلب الإضافة. هذا اعتبر صفحة مفتوحة حتى الصفحة ديك الشخصية. إذا كنت مثلا تقوم بالكتابة على صفحتك في فيسبوك ويتوصل بها كل من هب ودب إلى غير نقول هذه الكلمة، أو كل شخص ليس الأصدقاء المسجلين في لائحة الأصدقاء، وإنما كل شخص يمكنه أن يطلع على تلك الكتابات، فهذا يعتبر محققا المبدأ العلنية، محققا الركن المادي في جريمة إلكترونية. إذا كان هناك مثلا، إذا دخلنا الفيسبوك مثلا أو تويتر، هناك بعض البرامتراج أو بعض الإعدادات تطلب منك هل سيكون النشر الذي ستقوم به علني للجميع أو للأصدقاء أو أنت فقط vous uniquement أو لا public أو لا vous amis. إذا كان مثلا بغيت تظهر من الجريمة عمل moi uniquement فأنت لن تراه إلا أنت لوحدك، وإذا كان public هناك مربط فرص، يعني أن هناك أحكام قضائية فرنسية اعتبرت أن la publicité الموجودة في البرامتراج أو في الإعدادات ديال صفحة الفيسبوك كافية لتحقيق مبدأ العلنية، وحكمت على إحدى السالاري أو إحدى السالاري أو يعني بعض الأجيرات بأن الفصل كان قانونيا لأن السب ضد المدير أو ضد صاحب العمل كان علنيا. إذن هذه بعض هناك حكم قضائي آخر أو اجتهاد قضائي فرنسي آخر الصادر عن محكمة النقد الفرنسية بتاريخ 3 يونيو 1980 اعتبر مثلا الرسالة المكتوبة على الفضاء التواصلي أو التواصل الاجتماعي اعتبر هي رسالة
التي يمكن أن يطلع عليها جمهور مجهول وغير متوقع، وهو ما ينطبق على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الآن. يعني أن الوسيلة أو الكتاب التي كتبت أو التحريض أو الإشادة اطلع عليها جمهور مجهول وغير متوقع، هذا يعتبر كافيا لتحقيق مبدأ العلنية. إذن هذا من ناحية العلنية. هناك اختلاف النصوص، مثلا في الإشادة ركن مادي هو قول أو فعل أو فيديو مثلا، أو طريقة التصنيع أو طريقة الإشادة بجروب أو بمجموعة إرهابية كافي لتحقيق الكتاب بتحقيق الركن المادي في جريمة الإشهار. والتحريض كذلك أن تحرض الناس على فعل عمل إرهابي. إذن هذه الكلمات التي تعتبر علنية تعتبر ركن ماديا، والركن المعنوي قلنا الذي اعتبره القضاء الفرنسي أن يجب أن يكون سوء نية ضروري في هذا الركن المعنوي. المشرع المغربي ترك لنا الباب مفتوح، سوء نية يجب على القاضي أن يستشفه من خلال النشر. مثلا نشرت واحد التحريض مثلا على الفاحشة، أو مثلا على صور فيديو للقاصرين مثلا، فقبض عليك مثلا، فما هي كيف ستثبت حسنية أنك لست أنت المسؤول عن نشر ذلك في حسابك؟ إذن لابد من تقني أن يطلع على الحساب ويعرف أن أنت لم تكن هو الناشر الحقيقي وإنما تم الاختراق. هذه مسألة الجرائم الإلكترونية لابد من تقني ليثبت أن الفاعل هو صاحب النشر. إذن هي مسألة ليست ركن معنوي فقط، وإنما لابد من تقنيين لإثبات ذلك عن طريق تقنيات، وربما هذا ما يتطلب من الدولة، من المعهد العالي للقضاء. من هناك الحمد لله، يعني كما قرأت في الصباح أن عبد النبوي يقول أن هناك متخصصين، قضاة متخصصين في مجال الجريمة الإلكترونية، ويتلقون تكوينات مهمة في المجال الإلكتروني. لابد من أن يكون هناك مجال تكوين، لأن مسألة الجريمة الإلكترونية ليست نصوص نظرية فقط، وإنما هناك تطبيق، ويعرف يجب على القاضي أن يعرف مسألة العمومية ومسألة مسألة الدخول والخروج من الصفحات الإلكترونية، حتى يمكن أن تجتمع عناصر الجريمة الإلكترونية من نوع ركن مادي وركن معنوي. إذن هذا فيما يخص الجرائم الإلكترونية. ربما نتكلم عن المسؤولية هنا، المسؤولية الجنائية، هل يتحملها صاحب الموقع مثلا، صاحب موقع فيسبوك أو فقط، أو يتحملها صاحب الصفحة؟ طبعا احنا ملي كنجيو ننشئوا صفحه ديالنا على الفيسبوك مثلا، توافق على جميع الشروط، هل تلك الموافقه على الشروط كافيه لاخلاء مسؤوليه صاحب الموقع؟ هناك نص قانون التشريع الجديد او المشروع الذي تم تعليقه 2022 كان ينص على هذه المسؤوليه، وكان ينص على الدعوه من طرف اللجنه التي ستخصص لمتابعه هذه الامور الجرائم الالكترونيه للطلب من صاحب الموقع نفي مسح هذا الخبر مثلا، او اغلاق هذا الموقع. هذا فراغ تشريعي عندنا في 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 في, 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 في القانون الجنائي المغربي، هو المسؤوليه اصحاب المواقع واصحاب الصفحات. اذا كان هناك هذا المشروع، كان هناك جوانب مضيئه من تحميل المسؤوليه لاصحاب الصفحات الالكترونيه مثلا، اصحاب فيسبوك، واخا هي موجوده في التراب غير التراب المغربي، لكن هناك لابد من تحميل المسؤوليه لهذه المواقع. وربما هناك اتفاقيه بودابست التي تمكن الدول من متابعه ومقاضاه المجرمين الالكتروني ولو في دوله اخرى، هي اتفاقيه بودابست موقعه على المغرب في 2018. يعني ان هذه الاليه للمتابعه حتى في الدول الاخرى مهمة لمتابعة الجرائم الإلكترونية ومحاربة هذه الجريمة عبر العابرة للحدود، لأن الجرم ليس مرتكبا فقط في المغرب، لأن قد يكون مغربي موجود في فرنسا أو في إيطاليا أو في أمريكا قد يقوم بالسب والقذف لشخص في المغرب. إذن هنا لابد من اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من هذه الجرائم الإلكترونية، وهذا هو الذي يصير في المغرب من خلال مصادقته على اتفاق بودابست، ومن خلال المشروع أو الفصول التي جاءت في المشروع الجديد. وربما يكون كما قالت الأستاذة ماريا والأستاذة خالدي أن ينفي أو يمسح كما يسمي التخلي عن تلك النصوص الفصول المتعلقة بالمقاطعة أو بغيرها من
من التي تثير مسألة حرية التعبير، ويترك النصوص المهمة التي جاءت بها خصوصا النص المتعلق بالابتزاز ومتعلق بمعاقبات أو بالمسؤولية عن النشر في صفحات إلكترونية. ربما أترك المسألة للنقاش إن شاء الله أكثر، عندي هنا الكثير مما يقول، أترك الفرصة للأستاذ يوسف لإكمال درسه، وشكرا على الاستضافة وشكرا جميع التقنيين والساهرين على هذا الملتقى الافتراضي. تقدم كلمة السيد محبوب المنسق الجميل، تفضل السيد محبوب. شكرا أستاذ هشام، راك وحلتها فينا، بقيت عطينا غير الإجرام، الإجرام ما صدقنا كاع خايفين كاع. إذن الأستاذ هشام تحدث على أساس مسؤولية، خاصة ركز على الجرائم الإلكترونية، كانت مداخلته قيمة، وكانت يعني في إطار التساؤل الذي وضعه كإطار عام وكموضوع عام، يعني ما هي الحدود بين حرية التعبير والنشاط الإجرامي. ركز على الجرائم الإلكترونية بطبيعة الحال باعتبارها أنها تنشط في التواصل الاجتماعي، ركز كثيرا على الجرائم الإرهاب بطبيعة الحال لديها خصوصية على عكس بعض الجرائم الأخرى، ولكن هذا لا يمنع أنه تحدث عن باقي بعض الجرائم الأخرى كذلك. وممكن نقول بأن الجرائم التي تتعلق مثلا بين المشغل والأجيرة كذلك، يعني تحدث الأستاذ هشام على يعني أنها ولو أنها الجرائم هي عابرة للقارات، فإن آلية المتابعة متاحة أينما ذهبت وأينما ارتحلت ولو غيرت معطياتك الشخصية، بالتالي فإن آلية المتابعة هي موجودة. إذن أشكر الأستاذ هشام على هذه المعلومات القيمة طبيعة الحال، ولا أنسى كذلك أجدد الشكر للأستاذ ياسين تباع نائب السيد العامد الساهر معنا ومخرج هذه الندوة والساهر على أطوارها، أشكرك جزيل الشكر أستاذي العزيز الأستاذ تباع. إذن سأعطي الكلمة مرة أخرى للأستاذ تبر لكي يكمل ما بدأه حول التوازن بين حماية المستهلك وحقوق المنتج في التشريع المغربي، فليتفضل. مشكورا. شكرا الأستاذ المحبوب، أتمنى هذه المرة أن يصل الصوت جيدا وأن تصل الصورة أيضا. طبيعة الحال كنت قد بدأت في من خلال هذه المداخلة إلى مجموعة من المعطيات التي تتعلق بالقانون 22-20، والذي قلنا على أنه قانون يضم في ثناياه مجموعة من النصوص القانونية التي كان بالإمكان أن تناقش في قوانين أخرى، أو أن يتم إدراج هذه القوانين إما في مدونة للمستهلك وليس فقط قانون لحماية المستهلك، لكن للأسف جاءت الأمور بغير ما نشتهي، فالأمور ذهبت على هذا المنوال. بطبيعة الحال أنا في خلال هذه المداخلة حاولت أن أقف عند تقنين التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير وهاجس حماية المستهلك من خلال زاوية أساسية، زاوية أساسية أعتقد أن نغفل عنها في خضم هذه التساؤلات المشروعة والشرعية. بطبيعة الحال هذا الموضوع العنوان أخذته حدود توازن بين حماية حقوق المستهلك وحقوق المنتج في التشريع المغربي. أستاذ المحبوب هل يصل الصوت جيدا؟ الآن جيد مزيان. طيب، حدود توازن بين حماية حقوق المستهلك وحقوق المنتج في التشريع المغربي. طيب الحال هذا الموضوع هو ذو سجون في مجموعة من المعطيات، معطيات متعلقة بطرفي يعيشان مع بعضهما ومحكوم عليهما أن يعيشا في هذه الظروف، ألا وهو المنتج والمستهلك. فلا يمكن أن يكون هناك منتج بدون أن يكون هناك مستهلك، ولا يمكن أن يكون هناك مستهلك بدون منتج. فهذه العلاقة الجدلية بين طرفي صراع ثم طرفي توافق في نفس الوقت، هذه العلاقة يجب أن نقف عندها. لماذا؟ لأننا عندما يتعلق الأمر بصياغة النصوص القانونية، صياغة النص القانوني، فدائما مواضيع تثيرها أو تتجاذبها أمرين اثنين، إما مصلحة شخص يريد الربح، أو مصلحة شعب يريد تحقيق أو نريد تحقيق حماية من نوع خاص لهذا المستهلك.
وهنا هذا الأمر هو لا يحيد عن أمر عام فيما يتعلق بصياغة القاعدة القانونية، وخاصة في مجال أضحى يشكل الحجر الزاوية على مستوى العلاقات الإنسانية وفي مجال المعاملات التجارية وغير التجارية. إذن فإذا كان القانون هو تلك الروح الضابطة للسلوك، والذي إذا نفذت إلى مجمع بشري نفخت فيه من روحها وتغير بناؤها وصار مجتمعا، فإن القاعدة القانونية هي المؤطر للسلوك المجتمع والمقنن لتصرفاته، فهي أيضا مرآة هذا المجتمع، تعكس مدى تطوره وتحضره، كما أنها تعبر عن موازين القوى داخل مجتمع معين في زمن معين، وتعكس التوجهات الإيديولوجية بل بكل تجلياتها الفكرية والاقتصادية والعلمية. فنشأة القاعدة القانونية من بينها القاعدة القانونية التي نتحدث عنها ونشأة هذه القاعدة تتجاذبها مرحلتين أساسيتين أنا أصنفها بأولا المرحلة الحقوقية، أي إنشاء القاعدة القانونية تمر بمرحلتين أساسيتين، هناك ما نسميه بالمرحلة الحقوقية ثم مرحلة التنفيذ، ثم قد نصل إلى مرحلة ثانية أو ثالثة تسمى بالمرحلة الحقوقية الثانية. فماذا نعني بالمرحلة الأولى أي المرحلة الحقوقية لإنشاء القاعدة القانونية؟ هنا تعد تعبير، فالمرحلة الحقوقية هنا لإنشاء القاعدة القانونية تعد تعبير عن مطالب ترغب وتسعى مكونات المجتمع في تحقيقها وفق آليات التدافع الاجتماعي والسياسي. فإنشاء القاعدة القانونية في هذه المرحلة لا تستند على المؤسسات القائمة لإنشائها، بمعنى أن وجود مؤسسات نحن لا نذهب إلى هذه المؤسسات لإنشاء القاعدة، بل المجتمع يخلق آليات معينة لكي يضغط على السلطة الحاكمة من أجل المطالبة بأمر معين، بمعنى أن هناك هذه الأمور تتجسد في ماذا؟ أولاً إما مطالب اجتماعية والتي تفرغ في شكل تظاهرات أو مطلبية أو كتابات عرائض موجهة للسلطة الحاكمة، قد تتوج في نهاية الأمر إما بصياغة نص قانوني وفق المطالب لتلك التوجهات أو لا. ثم المرحلة الثانية في إنشاء القاعدة القانونية هي مرحلة التنفيذ، وأنا أسميها هكذا مرحلة التنفيذ أو سريان النص. فخلال هذه المرحلة يكون هناك نص موجود، لكن تنفيذه يشكل قصورا، أي هناك قصور على مستوى تنفيذ وتطبيق النص القانوني. وعلى خلاف المرحلة الأولى تكون هناك مطالبات مؤسساتية، بمعنى أننا عندما يتعلق الأمر بإنشاء قاعدة قانونية إذا كانت تتجاذبها في المرحلة الحقوقية أي مطالب حقوقية وتدافعات سياسية وحقوقية، المرحلة الثانية التي هي مرحلة تنفيذ النص هناك مؤسسات، بمعنى أن النص القانوني هو الذي يوضع أو يضع تلك المؤسسات لتتبع مسار تنفيذ هذه القاعدة القانونية. إذن النص على مستوى التنفيذ، هذه هي الوسائل، إما أنها آلية، بمعنى أن الوسائل التي يضعها النص إما أنها آلية لتنفيذ النص أو أنها آلية قضائية لفض المنازعات. الاختلاف بين المرحلتين يتجلى على الخصوص أن الآلية الثانية التي هي آلية المؤسسات هي آلية، أي عفوا الآلية المتعلقة بالحقوقية هي آلية تدافعية، بمعنى أنها تقوم على الإضراب، الوقفات، العرائض، المقاطعات. الفاصل بين المرحلتين، بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، تتبرر في إعادة المرحلة الأولى إما بهدف، بمعنى أنه تقوم على تقويم عوجاج النص. هذا تقويم عوجاج النص يكون في المرحلة المؤسساتية، المرحلة التنفيذية، بمعنى أن المؤسسات هي التي تتدخل لماذا؟ لتقويم هذا النص. هنا سأعطي مثال عندما سأصل إلى المتن، بمعنى أن مثلا تعطي هذه الوسائل، مثلا مجلس المنافسة، هذا مجلس المنافسة الذي ينص عليه الدستور في إطار الفصل 166 من القانون الدستوري، من الدستور المغربي عفوا، هنا يحدد لنا مؤسسة تدافع عن ماذا؟ عن قواعد قانونية مؤسسة من انطلاقا من نصوص قانونية.
فهي لا تعتمد على وسائل التدافع الاجتماعي والسياسي، أي أنها المظاهرات، العرائض، ثم المقاطعات. فالمحافظة على المكتسبات وتجويدها على مستوى التنفيذ. إذن لمقاربة موضوع هذه الندوة من هذه المقدمة التي قدمتها والتي حاولت من خلالها أن أقف على نوعية إنشاء القاعدة القانونية وكيفية أن هناك تدافع وهناك استمرارية للقاعدة القانونية ووضع آليات لتنفيذها، اخترت الوقوف عند هذه الإشكالية التي أظن أنها جوهرية وتهم حدود توازن بين حماية حقوق المنتج أو المورد وصيانة حقوق المستهلك، وذلك من خلال طرح مجموعة من الإشكاليات الفرعية التي سأعمل على الإجابة عنها، وهي أولاً كيف يمكن تحقيق التوازن، كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين في نظام اقتصادي يقوم على الحرية والمنافسة ومجتمع مستهلك ومنفتح ليس فقط على ذاته بل على العالم من خلال مختلف الشبكات التجارية التي تعرض مختلف المنتوجات. ثم أن كيف أن هذا المستهلك من حقه أن يرفض وينتقد منتوج معين. الإشكالية الثانية هي ما هي الآليات القانونية المتاحة لتحقيق وتكريس هذا التوازن، بمعنى أن قد يكون لدينا عدم توازن وهو عدم توازن طبيعي بين المنتج الذي يسعى إلى الربح والمستهلك الذي يسعى إلى الاستهلاك دون تحقيق الربح، كما عرفته قبل قليل الأستاذة الخالدي عندما تحدثت عن التعريف الذي تضمنته المادة الثانية من قانون حماية المستهلك، بمعنى أن هذه الآليات ما هي الآليات التي يتوفر عليها المستهلك لكي يدافع عن نفسه. هنا سنعود إلى ما قلناه قبل قليل، هو أن هناك توجهان. الأول، توجه الأول هو المتعلق بماذا؟ متعلق بما أن من إنشاء هذه القاعدة إن أما أنه ينزل إلى الشارع لكي يناضل، أو أن هناك مؤسسات وضعها القانون ليدافع عن هذا المستهلك، بمعنى أننا لدينا آليتان في هذا الباب. من هذا المنطلق حاولت أن أقسم هذه المداخلة إلى شقين. الشق الأول أو محور أول هو حق الانتقاد، حق انتقاد المستهلك بين حرية الاستهلاك وحماية الإنتاج، والثانية الآليات القانونية والحقوقية لتكريس التوازن بين حقوق المنتج وحقوق المستهلك. طيب، المحور الأول هي حق الانتقاد، بمعنى أننا من أين نجد أن هذا الحق، من أين يستمده المستهلك؟ يستمد حق الانتقاد، حق انتقاد ماذا؟ حق انتقاد منظومة اقتصادية، منظومة قانونية إلى آخره، وبالمقارنة بالموازاة مع حماية المنتج، لأننا مثلا كدولة لا يمكنها إلا أن تضع هذا التوازن في صلب تشريعاتها وصياغة النصوص التشريعية، لأن لا يمكن أن نتحدث عن وجود منتج يقوم بتشغيل الناس ثم هذا المنتج يؤدي الضرائب ثم هذا المنتج يجب حمايته، في المقابل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار حماية المواطن المستهلك، هذا المستهلك الضعيف، هذا المستهلك الذي لا يتوفر على قدرات اقتصادية، لا يتوفر على قدرات قانونية بالمقارنة مع الطرف الآخر، بمعنى أننا سنحاول وضع أرضية قانونية تحقق هذا التوازن. وبالتالي هنا نتساءل عن حق الانتقاد، بمعنى ما هو قلته في المحور الأول هو حق الانتقاد بين حرية الاستهلاك وحماية الإنتاج. هنا سأبحث عن الأساس حرية النقد والرفض من قبل المستهلك، بمعنى أن من أين يأتيه حقه في الانتقاد ورفض مجموعة من الأمور، سواء عن طريق المقاطعة أو عن طريق آليات أخرى، إما تقديم عرائض أو الاحتجاج في الشارع إلى آخره. هنا عندما نتفحص مجموعة من النصوص القانونية نجد على أننا هناك نصوص قانونية صدرت في العشرية الأخيرة من هذا القرن، خصوصا كان توجه عالمي
في صدور مجموعة من القوانين. نحن في المغرب أيضا صدرت مجموعة من النصوص القانونية التي كانت بداية جيدة لكي نحمي فيها ونؤسس لحرية النقد والرفض من قبل المستهلك. وهنا عندما أتفحص مجموعة من النصوص أجد مثلا على سبيل المثال هناك قانون 24/09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات. هذا القانون ينص في مادته الأولى على ماذا؟ على أنه يهدف إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتجات والخدمات الممنوحة والمعروضة والمستعملة في السوق، وهو ما يقابله أما أقول في حق المستهلك، بمعنى أننا عندما أتحدث عن المادة الأولى من هذا القانون بمعنى أن هذا القانون يفرض على هؤلاء المنتجين أن يوفروا منتجات جيدة بأثمنة جيدة وبأثمنة مناسبة. في مقابل أو بمفهوم المخالفة هنا نتحدث عن ماذا؟ عن حق يقابله هذا الحق، بمعنى أن حق المستهلك في رفض كل منتوج لا يتوفر على شروط السلامة والجودة المطلوبتين، أو أن شروط المنافسة لا تتحقق، بمعنى أنه عندما يرى أن شروط المنافسة التي يدعو لها هذا النص، بمعنى أن نتحدث عن الفصل 24/09، ثم هناك مبدأ دستوري يتحدث في الفصل 166 عن إحداث مجلس المنافسة، ثم يتحدث الفصول 35 و36 سأتي عليها في القانون في الدستور المغربي التي تدعم المنافسة وتحمي المنافسة. بل أكثر من ذلك سأقف عند الفصل 36. الفصل 36 من القانون الدستوري وهو فصل جيد في صياغته، وهو يهدف إلى حماية ماذا؟ حماية المستهلك من ماذا؟ من تضارب المصالح، بمعنى أنه متى كان هناك مصالح متضاربة بين أشخاص يتخذون قرار فهو يحق له أن يدفع بماذا؟ يدفع بعدم دستورية تواجد هذا الشخص أو وجوده في هذا المكان. هذا نص أنا أعتقد أن الكثير يغفل عنه، وهو نص يحيل على ماذا؟ يحيل على تأسيس هيئة دستورية أخرى هي الهيئة المتعلقة بالرقابة ومحاربة الرشوة. لاحظوا معي هذا الأمر. ثم أننا نجد قوانين أخرى تعطي الحق النقد للمستهلك، والمتعلقة مثلا بالقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأنا أرجع إلى المادتين الأساسيتين في هذا القانون، هما المادة 6 والمادة 7، وهما يتحدثان عن أن كل اتفاقات التي يمكن أن تكون مبطنة أو غير مبطنة أنها تكون غير ذي جدوى وغير ذي فعالية، بمعنى أن يحق للمستهلك أن ينتقد أي أمر عرف أن هناك اتفاق مبطن بين منتجين من أجل احتكار سوق أو من أجل تحديد ثمن معين. فهذا القانون أي القانون 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يمنع ذلك، ويحيل لكل ذي مصلحة والصفة أي كعناصر الدعوة أن يتقدم إلى مجلس المنافسة كهيئة دستورية وأن يطالب بإلغاء هذا. وأكثر من ذلك أنه يحق لمجلس المنافسة أن يحدد غرامات وعقوبات محددة وفق الفصل 75 من القانون 104/12، وهي عقوبات حبسية. ثم أكثر من ذلك على أن مجلس المنافسة ملزم بأن يحيل الأمر على رئيس النيابة العامة، على الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. بطبيعة الحال لاحظوا معي هذه الأمور المتعلقة بهذا الباب كلها تصب في حق المستهلك في هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك هنا إطار مكمل وهو القانون 31/08، وهو إطار مكمل. لماذا؟ لأن دباجة القانون، دباجة القانون المتعلق بالتدابير المتعلقة بحماية المستهلك هو يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك، ومن خلاله يتم تعزيز حقوقه الأساسية
ولا سيما منها أولا الحق في الإعلام، الحق في حماية حقوق اقتصادية، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الاختيار، ثم الحق الأخير والمهم بالنسبة إليه وهو الحق في الإصغاء إلى هذا المستهلك، بمعنى أنه يتحدث عن الإصغاء إلى المستهلك، وهي حقوق، ويضيف القانون الديباجة القانون 31/08 وهي حقوق أساسية للمستهلك وتعتبر من النظام العام لا يجوز التنازل عنها. طيب، كل هذا الذي سردته في هذا الباب هو يعزز ويدعم حقوق المستهلك في رفض أي منتوج يكون ماذا؟ يكون لا يوافق ما قلناه في كل هذه القوانين، وبالأخص في ما يتعلق بالدستور المغربي، والتي قلت في إطار الفصل 36 فصل 35 ثم الفصل 166 الذي يؤسس لهيئة دستورية هي مجلس المنافسة، والدور الذي يناط به في هذا الباب والتي سأتي عليه، حيث إن حرية التعبير، بالتالي فحرية التعبير إذا كانت مكفولة كما قالت الأستاذة قبل قليل عندما يتعلق الأمر بالفصل 25 من الدستور، وحرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها كما أكد عليها أيضا الدستور من خلال الفصل 35، ثم الفصل 36 كما قلت هو أيضا بوضوح يتحدث عن ماذا؟ أنه يعاقب، لاحظوا معي هذا الفصل، أنه يقول بكل وضوح حيث ينص على أنه يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكل مخالفة ذات طابع مالي. لاحظوا أن هذا النص دقة التعابير التي جاء بها، والكثير يغفل هذا النص، وبالتالي جعل من هذا النص الدستوري ينص على هيئة دستورية هي هيئة مستقلة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والاتصال. طبعا الحال لن أطيل في هذا الباب، كما قلت على أن الفصل 104 و6 إلى آخره، كل هذه النصوص يجوز للمستهلك أن يعبر عن رفضه لمنتوج أو خدمة لم تتحقق فيها الشروط الدستورية، أولا من المنافسة وعدم الاحتكار وتضارب المصالح مما يؤكد على ذلك الفصل 66 من الدستور، إلا أن هذا التعبير المكفول دستوريا لا يمكن أن يعتدي على حق المقاولة في الدفاع عن نفسها وفق الشروط الدستورية والقانونية التي يمنحها إياها الدستور هي الأخرى، في حين أن الدستور في نفس الدستور المغربي يحث في الفصل 35 على ماذا؟ على حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، بمعنى أنه يجمع بين المبادرة والمقاولة ثم التنافس الحر، في غياب هذين الأمرين يمكن أن نحدد الآليات التي يمكن أن يدافع بها هذا المستهلك عن نفسه. بالتالي هنا نتساءل سؤال آخر هو الذي قلت للأساس قانون حماية الإنتاج والمنتج، فالمنتج كيف يمكن أن يحمي نفسه إذا كان المستهلك ونحن في سياق التوازن بين طرفي، لا أقول طرفي نقيض ولكن طرفي يعيشان على نوع من الصراع في هذه المصالح بين مصلحة المستهلك ومصلحة المنتج الذي يرغب في الربح. طبعا الحال هنا الفصل 35 من الدستور يعاقب القانون على المخالفة تقول بحالة تنازع المصالح واستغلال التسريبات إلى آخره، فالمنتج له مجموعة من الآليات ليدافع عن نفسه كما لهذا المستهلك. هنا أقف عند هذه الآليات لكي لا أطيل فيما سأقف عند هذا الأمر عند الأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. هناك آليات قانونية ومؤسساتية يدافع بها. قلت في بداية هذه الآليات القانونية ما هي؟ أولا لدينا مجلس المنافسة، مجلس المنافسة كهيئة دستورية نص عليها الفصل 166 من الدستور، هي تصدر على مراقبة كل ما من شأنه أن يخل بالمنافسة الحرة في المجتمع أو الاحتكار أو الاتفاق بين الأطراف لتوحيد الأسعار أو ما إلى ذلك أو قيام بعملية التركيز الاقتصادي. إضافة إلى ذلك على أن مجلس المنافسة يمكن أن يتلقى شكاوى، يبت في هذه الشكاوى، يصدر قرارات متعلقة فيها غرامات، فيها
غرامات مالية وغرامات تهديدية، عملية هذا الأمر يقوم به مجلس المنافسة. ثم قلت الغرامات التهديدية والتحفظية والعقوبات المنصوص عليها في القانون 104-12 التي ينص عليها المادة 75 من نفس القانون. قرارات المجلس المنافسة هي قرارات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف بالرباط، إذا لم تكن قابلة للاستئناف فهي قابلة للنقد أمام الغرفة الإدارية بمحكمة. هناك هيئة أخرى هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، هذه هيئة هي هيئة دستورية حددها المشرع لحماية أيضا المستهلك من كل هذه الأمور التي يمكن أن تخل بالتوازن فيما يتعلق بالتنافس الذي هو هو المحدد الأساسي لتحديد الأسعار وتحديد هذه المنتوجات لتعطي خيارات لهذا المستهلك. ثم لدينا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحدثنا عن القوانين، هناك قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون متعلق بزجر غش، ثم قانون حماية المستهلك، ثم لدينا قانون حماية الملكية الصناعية. سأقف عند هذا الأمر وأقول على أننا فيما يتعلق بموازاة مع القانون 22-20 الذي جاء وفي بعض مقتضياته أنه يتحدث عن سد الفراغ، عن سد الفراغ التشريعي، والحال على أنه ليس هناك فراغا تشريعيا، هناك مجموعة من النصوص القانونية التي تنظم هذا الأمر وتعطي للمنتج حق الدفاع عن نفسه كما تعطي للمستهلك حق الدفاع عن نفسه. هنا أعود إلى مجموعة من النصوص والتي هي معروفة على أنه قانون حماية الملكية الصناعية الذي ينص في فصوله 134-184-182-185 على حق رفع أو تقديم دعوة مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار إذا أصيب بضرر، سواء كان هذا الضرر مادياً أو ضرراً معنوياً. ثم يعطي النيابة العامة حق الدعوة العمومية إذا تعلق الأمر بالإضرار بهذا الشخص أو بالإضرار بالاقتصاد الوطني. ثم هذه الفصول متعلقة بحماية المنافسة الحرة ونبذ المنافسة الغير مشروعة كلها نصوص تساهم في حماية هذا المنتج مما قد يصيبه من ضرر في حالة وقوع ضرر معين. ثم لدينا القواعد العامة، طبيعة الحال هي القواعد المتعلقة بقانون التزامات العقود المغربية وهي الفصول 77-78 والفصول 263-264 المتعلقة بالمسؤولية المدنية المتعلقة سواء كانت مسؤولية تقصيرية أو مسؤولية عقدية، من حق المنتج أن يطالب كل من تسبب له في ضرر أن يرفع دعوى ضد هذا الأخير. طبيعة الحال هنا نجد على أننا نحن أمام هناك توازن، هناك نصوص قانونية، نصوص قانونية واضحة تعطي الحق لكل طرف أن يحمي مصالحه سواء كان منتجا أو مستهلكا. هناك الآليات الأخرى وهي التي سميتها بالآليات الحقوقية، هناك جمعية حماية المستهلك التي نص عليها الفصل المادة 152 من قانون 31-08. هذه الآلية القانونية المؤسساتية الحقوقية هي آلية أتاحها المشرع لجمعيات بغرض دفاع عن حق المستهلك، الحق في الإعلام، الحق في الصيانة، الحق في الاستماع إلى آخره، لكنه قيد ذلك بالمنفعة العامة بأن تتوفر هذه الجمعيات لكي تكون طرفا في الدعاوى، أن تكون تتوفر على حق صفة الدعوى المنفعة العامة. طبيعة الحال هذا الأمر يحيلنا على مسطرة معقدة، مسطرة تكون فيها وزارة الداخلية لها اليد العليا، إن هي التي تعطي التقارير في هذا الأمر في هذه الجمعية، هل هي مؤهلة لأن تتخذ هذه الصفة أم لا، لكي تتخذ الأمانة العامة للحكومة القرار. نتمنى من المشرع أن يبسط هذه المسطرة أو أنه يعطي الحق لكل جمعيات حماية المستهلك المعتمدة من قبل الوزارة الداخلية على أنها
تقوم بتمثيل المستهلكين في الرفع في الدعاوى بشروط معينة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن شروط قانونية، بمعنى أنه يكون هناك متضرر، لأن لا دعوى لأنها تنتصب كطرف مدني يجب أن يكون هناك ضرر بطبيعة الحال. وبالتالي في هذا الباب الضرر يجب أن يكون ثابتا، أي أن يكون هناك متضرر يلجأ إلى جمعية حماية المستهلك، وأنا أقول جميع جمعية حماية المستهلك دون أن نشرط ذلك بصفة المنفعة العامة للمسطرة المعقدة والمعقدة جدا، خصوصا على ما يتعلق بإمكانيات المالية، على الرغم من أن المشرع أحدث صندوق خاص بدعم هذه الجمعيات بهذه الجمعيات، والصندوق تمت إسناد إليه أموال لا بأس بها من أجل دعم هذه الجمعيات لكي تؤازر المستهلك المتضرر، أقول المتضرر لكي لا يكون هناك شطط في استعمال هذا الحق بطبيعة الحال. أعود وأقول في النهاية على أن التوازن بين حق المنتج وحق المستهلك هو توازن ضروري في مجتمع اقتصادي، مجتمع متوازن، لأننا لا يمكن أن يعيش المستهلك بدون المنتج، ولا يمكن أن يعيش المنتج بدون المستهلك. لذلك نحن نسعى إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون هناك منتج مواطن ومستهلك مواطن، بمعنى تحقيق هذه المعادلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا توفرت هذه النيات الحسنة، بمعنى أن هناك منتج مواطن ومستهلك مواطن لكي نصل إلى هذه النتيجة. ما دمنا أننا نحتاج إلى المنتج من أجل التشغيل، نحتاج المنتج من أجل أداء الضريبة، نحتاج أيضا إلى المستهلك من أجل أن يستهلك تلك المنتوجات التي ينتجها هذا المستهلك. في النهاية أقول على أن هناك مقترحات أتقدم بها، وهي متعلقة بأن هذه النصوص التي تحدثت عنها هي مشتتة في نصوص متعددة. أتمنى من المشرع، وأنا سمعت من بعض الإخوان على أن وزارة الصناعة والتجارة هي في إعداد لمدونة للمستهلك، وليس قانون فقط لحماية تدابير الاستهلاك، هناك قانون مدونة تتعلق بمدونة الاستهلاك تجمع شتات هذه القوانين التي قلناها سابقا. ثم الأمر الثاني هو أن نتمنى من المشرع أن يتدخل إذا كانت هناك مدونة، وأن يفتح المجال لأمام هذه الجمعيات في أن تؤازر المستهلكين إذا ثبت ضررهم من هذه المنتوجات، لكي تخفف من هذا النوع من المشاحنة بين الطرفين سواء منتج أو مستهلك. أقف عند هذا الحد وأشكركم جميعا، وأحيل الكلمة للأستاذ العزيز الأستاذ المحبوب. شكرا الأستاذ الفاضل الأستاذ يوسف تبر على هذه المعلومات القيمة. حقيقة الأستاذ تبر يعني تحدث على مجموعة من المعطيات، يعني تحدث على المجموعة أو الآليات التي يمكن أن تحمي هذا المستهلك. هذه الآليات اللي هي متعددة، سواء كانت حقوقية كحق الانتقاد، أو كذلك هناك مؤسسات التي يمكن أن تحمي هذا المستهلك. المسألة المهمة التي تحدث عنها كذلك الأستاذ تبر وهي المسألة ديال العرائض، وسأحاول أن أربطها بالتواصل الاجتماعي. هنا المشكل ديال العرائض اللي نظمها لنا المشرع، الغريب في الأمر أنه عندما نظم لنا العرائض اشترط واحد الشرط اللي هو أظن بأنه شرط كان تعجيزي، وهو يعني الحصول على 5000 توقيع. أنا إذا قدرت نحصل 5000 توقيع مثلا في الراشدية ولا في أرفود اللي أنني يعني المنطقة الأصلية ديالي، نمشي نترشح في الانتخابات، علاش غادي نمشي أنا نجمع التوقيعات؟ يعني 5000 توقيع نمشي نولي برلماني، بالتالي صعيب. ولكن أظن كنقول باش نربطوه بالتواصل الاجتماعي أن هذه العرائض أصبحت ممكنة في ظل هذا التواصل الاجتماعي والإنترنت، يعني وحقيقة وقعت يعني مؤخرا أن هناك بعض الجمعيات حصلوا على 5000 توقيع، ولكن شكون السبب اللي ساعدهم؟ هو هذا التواصل الاجتماعي. كذلك المسألة الحقيقة اللي كثر وترى الأستاذ هي بالنسبة لهذه الجمعيات حماية المستهلك، هنا كنتسألوا واش عنده الخبرة والمعرفة باش نميزوا بأن هذا المنتوج جيد أم لا. وبالتالي إذا كانت يعني خاصة أن هذه حماية المستهلك ممكن أنها تعطي واحد المعلومات اللي هي خاطئة،
وتنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. بالتالي هل ممكن يعني هذا يجعل صار مسؤولية ديال هذه الجمعيات حماية المشترك؟ إذن أشكر الأستاذ تبر على هذه المعلومات القيمة، وأشكر كذلك زملاء الأساتذة كل باسمه وصفته. بطبيعة الحال سأمر إلى المرحلة الثانية والتي وعدت المشاهدين بها، وهي يعني طرح تساؤلاتهم وتفاعلاتهم، وسأحاول أن أكون مركزا في طرح هذه الأسئلة التي توصلت بها عبر الواتساب من مجموعة من الطلبة، سواء يعني طلبة يعني الماستر أو طلبة الإجازة، وسأحاول أن أكون يعني ملخصا، وسأوجه سؤال كان وجهه بعض الطلبة منهم الطالب محمد بن حسين والطالبة لبنى التزراتي، هم يتفقان حول تساؤل، وهو أنه كيف يمكن الحفاظ على حرية التعبير من قنوات التواصل الاجتماعي الذي هو حق دستوري. يعني هذا يعني كان سؤال يعني طرحته الطالبين يعني لبنى ومحمد. وكذلك هناك يعني تساؤل الأستاذة ماريا، هل التواصل الاجتماعي أضحى قوة اقتراحية بديلة ومؤثرة في المشهد الحالي؟ وهل يمكن أو جاء الوقت لكي نقول أن هذا يعني التواصل الاجتماعي أصبح يمثل رقابة مجتمعية؟ إذن أعطي الكلمة مباشرة للأستاذة العزيزة والأستاذة ماريا، ولكن في دقيقتين، وسأكون صارما في الدقيقتين. شكرا للأستاذ محبوب، شكرا للزملاء الأفاضل والزميلة على تلك المداخلات القيمة التي بحق استفدت منها بشكل كثير. سوف أجيب بصفة عامة على أسئلة أو تفاعل ديال الطلبة، ومشكورين على ذلك. أقول على أنه إلى ما كنت مذكر على أنه كيف يمكن الحفاظ على حرية داخل شبكة التواصل الاجتماعي. أولا عندما قلت على أنه حرية ديال التعبير داخل شبكة التواصل الاجتماعي هي أصبحت رديفة للحريات كما تم التنصيص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة 19، وباقي طبعا المعاهدات الأخرى والاتفاقيات الأخرى التي تم التوقيع عليها والمصداقة عليها من طرف المغرب. يعني تلك الحريات الممارسة داخل هذه شبكة التواصل الاجتماعي هي طبعا نفس الحريات طبعا التي تم التنصيص عليها في الواقع أو في المجال أو في العالم الواقعي. لهذا أقول كيف يمكن المحافظة عليها؟ وهو بتشكيل ذلك الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان. عندما يتشكل وعي مجتمعي بحقوق الإنسان يعطينا تلك الدفعة وتلك الشحنة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن تلك المكتسبات. يأتي هذا المشروع 22 ديال مشروع قانون 22 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي على غرار بعض النصوص الأخرى طبعا القانونية التي صاغها المشروع المغربي لتأطير وتقنين هذا الوسيط الإلكتروني، بما فيها طبعا القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية، الجرائم المعلوماتية، التوقيع الإلكتروني، تعديل كذلك القانون الجنائي بخصوص الحق الخصوصية إلى آخرها، حماية المستهلك، وتطرق إليها بعض الزملاء. عمدت الحكومة مؤخرا إلى الإفصاح عن هذا المشروع. نحن التساؤل مطروح، مشروع متعلق بشبكة التواصل الاجتماعي تقول من أجل سد فراغ تشريعي. أنا أقول لأننا نحن نحتاج إلى تشريع قانوني طبعا من أجل محاربة كل السلوكيات والممارسات اللا أخلاقية أو الإجرامية داخل شبكة التواصل الاجتماعي من سب وقذف وتشهير ونشر شائعة إلى آخره. ولكن ملي كنقولوا هناك اتفاقية بودابست اللي كتصنف الجرائم الإلكترونية، عند قراءتي لهذا المشروع نجد على أن بعض المواد هي ضرب للحق في الحرية ديال التعبير وليست واردة في تلك اتفاقية بودابست أو في اتفاقيات الأخرى. أنا أقول على أنه كذلك التنصيص على هذه المقاطعة على الدعوة إلى المقاطعة وتشريمها إلى آخره، أقول على أنه هل جاءت ردة فعل لتلك المقاطعة التي ندت إليها شبكة التواصل الاجتماعي وكانت ناجحة إلى حدود ما، بعد طبعا بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة القانونية من أجل حواري ومن أجل التعبير عن رأيهم؟ أقول أنا أي وصاية على الحرية التعبير فهي وصاية على العقل البشري، وأكيد أن الحرية المطلقة طبعا قد تؤدي إلى المساس
بالنظام العام والتقييد المطلق قد يؤدي إلى مساس بحقوق الإنسان. وهذه معادلة مفرقة صعبة، يجب أن أقول يجب كيف يمكن أن نخلق أو أن نجعل ذلك المواطن مواطنا حقيقيا ومسؤولا دون أن نلجمه، دون أن نكمل. يجب علينا أن ننصت، عملية الإنصات غير واردة. ولهذا هذه شبكة التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة لنا جميعا لكي نفكر جميعا ونقرر جميعا. وفيما يتعلق بالتأثير على تنزيل السياسات العمومية، أقول فهي تؤثر إلى حدود ما في تنزيل السياسات العمومية وفي الرقي بحق الإنسان، ومجموعة من التجارب شاهدة على ذلك، شيء طبعا على كيف تم فضح خروقات لحقوق الإنسان، فتم كيف تم طبعا التعبير عن كل انتهاكات، كل صور وانتهاكات ديال حقوق الإنسان وحريتي حرية ديال التعبير. أنا سؤال مطروح أطرحه مجددا، لماذا بالضبط في هذه الفترة، في هذه الفترة لماذا بالضبط هذه الفترة يتم سميتو انزال هذا المشروع ديال القانون اللي في حقه هو كيتناقض مع الاتفاقيات الدوليه ويتناقض حتى مع جوهر ديال الدستور 2011 في الفصل 27 الذي هو يؤسس لحق المواطن في الحصول على المعلومه، ويؤكد عليه في الماده 10 من القانون 1331 المتعلق بالحق الحصول على المعلومه بشان التدابير الاساسيه للنشر الاستباقي للمعلومات التي اوجبتها هذه الماده، وتتيح للمواطن بالمشاركه والاطلاع على تلك المعلومه عفوا والمشاركه فيها باعطاء رايه. وهنا نكون منسجمين مع ان القاعده القانونيه تلك الخاصيه التي تعرف بها ودرسناها كامل، تلك القاعده هي قاعده مجتمعيه وقاعده اجتماعيه أنسري دابا، يجب أن تكون أن تستجيب لمتطلبات المجتمع، وإلا فإن جوهرها غير سيفقده إذا كانت لا تنسجم مع متطلبات المجتمع. وشكرا. شكرا أستاذة ماريا. وخمسة دائما كتقولي لي خاصك تكون صارم 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 في ذا، ولكن فجت عندك ما قدرتش نكون صارم. إذا شكرا الأستاذة ماريا على الإجابة على هذه الأسئلة. وأذكر بأن الأستاذة ماريا هي أستاذة باحثة في القانون العام بكلية الحقوق بتطوان، وكذلك هي رئيسة مجموعة البحث لمشاكل السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي بتطوان، وكذلك هي منسقة ماستر القانون السياسات العمومية والتنمية. الأستاذة ماريا كنعمل لك الإشهار للماستر ديالك، وأجدد لك الشكر الجزيل. إذن هناك سؤال آخر موجه للأستاذ شريف الغيام، وهو هل هناك بدائل تقويمية للحق في التعبير بالوسائط الاجتماعية بعيدا عن لغة التجريم والعقاب، ومن هو المعني الحقيقي بحماية حرية التعبير؟ إذن أعطي الكلمة لك أستاذي العزيز في دقيقتين، وشكرا. شكرا أستاذ جليل، وجديد الشكر لكل الأساتذة المتدخلين كل من زاويته للتعريج على هذه الإجابة. يجب أن نؤكد في البداية على أن كبريات مظاهر الضعف في ممارسة الحق في التعبير هو ناتج عن عدم فهمه أو فهم سياقه. لذلك كان من الأولى ضروري التحديد المفاهيمي أو المسالك الصحيحة، لأنه عندما نتحدث عن البديل غير البديل المرتبط بعملية التجريم، فلا بديل عن البديل الأخلاقي ولا بديل عن القيم المجتمعية التي يجب أن تكون مرآة عاكسة للوعي الجماعي. لأن ماذا توفر وسائل التواصل الاجتماعي وبكثير من الجرأة التي يجب أن نتحلى بها؟ وسائل التواصل الاجتماعي هي بقدر ما هي تشكل قيمة مضافة للإسهام الديمقراطي، فهي في جانبها الآخر الخفي هي تشكل مجالا خصبا لارتكاب بعض السلوكات التي قد ترقى لجرائم، قد تكون سلوكات غير أخلاقية، وإنما قد تكون كذلك جرائم عابرة للحدود ومدعاة للتهرب من المسؤولية الجنائية من خلال المس بالمؤسسات والأفراد والجماعات. وبالتالي فإن أول مدخل من المداخل المضافة لإضعاف ممارسة هذا الحق وهو أن يتم ممارسته بشكل غير معقل وفي الاتجاه الذي يجعل منه مكسبا حقوقيا للجميع. وبالتالي فإذا كان المعني بحماية هذا
من هو المعني الحقيقي؟ راه هو الحق بذاته، هو الحق الموضوعي ديال 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 التعبير. علاش؟ لان اليوم المدعاه الحقيقيه هو التضافر ديال الجهود الجميع من خلال توجيه وتجويد هذا الحق في حرية التعبير، والمساهمه لماذا؟ في تصحيح المسار ديال او ب ب ب ليس بدوافع بدوافع فئويه، وانما بدوافع مؤسساتيه ومجتمعيه. اليوم ملي كنشوفوا الحصيله التشريعيه، او كنشوف كنطلعوا عليها بواحد الاطلاله برمتها بعيدا عن منطق القانون الجنائي او الدستور بشكلها الشمولي، فالواجب اليوم لان ان نؤسس لان الحق في ممارسه التعبير يجب ان يكون ملازما، وان تكون هناك رقابه ذاتيه اثناء ممارسه الحق، وليس ان ناتي دائما بالقانون الجنائي كانه سيفا مسلطا على جهه دون اخرى. فالقانون وضع بدايه ونهايه من اجل الموازنه بين الحق والواجب، فكلما استطعنا ان نضع ايادينا على هذه الموازنه وان نحقق عداله توزيعيه في الحقوق، انذاك سنقول على اننا قد وصلنا الى نجاعه تعبيريه قادره على قياده المشهد الديمقراطي في البلاد، وقادره للقول على انها تشكل قيمه مضافه للدفع بكل المقررات العامه او الخاصه نحو مسارها الايجابي لبناء دوله الحق والقانون. وشكرا لكم مره اخرى الاستاذ الجليل ولكل الاساتذه، واوجه الشكر خاصه لكليه الحقوق بتطوان وكل جنود الخفاء من عماده وكذلك تقنيين على هذه الفسحه، وكذلك الاساتذه المتدخلين بكل باسمه والاحترام الواجب لشخصه الذين استفدنا الى جانبهم من 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 نقاطهم الفنيه وكذلك من مداخلتهم القيمه. الشكر لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا الاستاذ شريف الغياب على هذه الملاحظات القيمه، واقول بان الاستاذ شريف الغيام هو استاذ زائر بكليه الحقوق تطوان وكذلك في بعض الكليات الاخرى، وهو كذلك مستشار بمحكمه الاستئناف بالحسيمه، وكذلك هو يعني صديقي. نقوم الان بالاشتغال حول اخراج محاكمه رقميه افتراضيه. اذا الشكر اجدد الشكر لك استاذي العزيز مره اخرى. اذا هناك تساؤل بخصوص يعني حمايه المستهلك، وهو موجه للاستاذه الفاضله نزهه خالدي، حول اعتبار اذا قلنا بان المستهلك هو شخص طبيعي وشخص معنوي، اذا ما هي الضوابط القانونيه التي اوجهها لنا المشرع لترشيد هذا الشخص المعنوي في ممارسه حق التعبير؟ كذلك يعني في اطار الاقتراحات التي قلتها، اقترحتم انه يمنح حق تقرير مقاطعه الى جمعيات حمايه المستهلك، فهل المجتمع المغربي معد اصلا لينيب عنه هذه الجمعيات في ظل غياب فلسفه حمايه المستهلك؟ سمعتها استاذه ولا اعيد الملاحظه السؤال؟ سمعت. شكرا استاذ. اذا شكرا مجددا لمسير هذا اللقاء، شكرا كذلك للمتتبعين على هذا التفاعل الإيجابي مع يعني هذه المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة العلمية. أقول المستهلك، طبعا المشرع على غير عادته عرف المستهلك من خلال المادة الثانية من قانون حماية المستهلك باعتباره الشخص المادي الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني حاجيات أو سلع أو خدمات من أجل أغراض غير مهنية. وبالتالي فكما قلت أن المعيار الأساس في تحديد مفهوم المستهلك هو أن يقتني لتلبية غرض خاص إما شخصي وإما عائلي من طبيعة الحال. إذن يجب أن يكون العقد الاستهلاكي يخرج أو الهدف منه هو يعني تلبية حاجة خاصة إما شخصية أو عائلية، ولا يدخل في مسلسل الإنتاج أو التوزيع أو لا النشاط المهني لهذا المستهلك. لماذا؟ لأن حتى التاجر مثلا أو حتى يعني المورد يمكن أن يكون مستهلكا إذا اقتنى خارج نطاق يعني النشاط المهني الذي يمارسه من طبيعة الحال.
إذن كذلك فيما يتعلق بالسؤال الثاني حول جمعيات حماية المستهلك، طبعاً جمعية حماية المستهلك تبقى هي الإطار الأساسي لتحقيق الدعم ولمناصرة حقوق المستهلك على أساس يعني سؤال ربما نطرحه بشكل معاكس، لماذا المشرع أوجد يعني جمعيات لحماية المستهلك؟ طبعا المستهلك المغربي لا يمكن أن يكون أبدا ندا للمورد أو للمهني، سواء كان هذا المورد أو هذا المهني منتجا أو بائعا بالتقسيط أو لا بالجملة أو لا موزعا. لذلك يعني المشرع أراد أن يقوي من مركز المستهلك من خلال إسناد مهمة يعني الدفاع عن حقوقه يعني للمجتمع المهني، واعتبر أن الحق المستهلك في التمثيلية هو من أهم الحقوق الأساسية أو من بين الحقوق الأساسية التي يعني ضمنها وكفلها قانون 31/8 للمستهلك من طبيعة الحال. إذن كيفاش يمكن لهذه الجمعيات أنها تقوي من مركز المستهلك؟ كما قلت أن المستهلك منفردا لا يقوى على مجابهة المورد اللي كيحظى بواحد المركز يعني قوي اقتصاديا وتقنيا وقانونيا من طبيعة الحال. إذن يجب إعطاء هذه الجمعيات المكلفة بالدفاع عن حقوق المستهلكين آليات دفاعية أكثر جرأة وأكثر تهديداً للمشروع الاقتصادي الذي يسيء للسوق الاستهلاكية بأي وسيلة من الوسائل، ومن بينها كما قلت المقاطعة والانتقاد والدعاية المضادة، وربما هناك وسائل أخرى يجب التفكير فيها من طبيعة الحال. إذن المستهلك يعني يجب التفكير يعني لا كحكومة ولا كمشرع ولا ك يعني فاعلين اقتصاديين ولا كمجتمع مدني ولا ك يعني مساهمين يعني بيداغوجيين أو لا، يجب التفكير في تقوية كفة المستهلك لأنه لا يمكن التعامل معه كآخر حلقة في مسلسل الإنتاج والتوزيع، وإنما يجب التعامل معه كأهم حلقة في هذا المسلسل من طبيعة الحال. ويكفي للوقوف على أهمية المستهلك تصور إنتاج بدون استهلاك. إذن عندنا أمل وثقة في المشرع المغربي لتعزيز النصوص القانونية المهتمة بحماية المستهلك والتراجع أو سحب كل ما يمكن أن ينال من هذه الحقوق. إذن أكتفي بهذه الإجابة وأتقدم بالشكر مجددا لك زميلي الأستاذ المحبوب على التسيير الموفق لهذه الجلسة العلمية، كما أتقدم بالشكر أيضا لزميلتي ماريا بنتين ولكل المساهمين يعني الزملاء المساهمين في تنشيط هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الأستاذة الفاضلة. بطبيعة الحال إذا كانت لديك ثقة في المشرع فنحن كذلك لدينا ثقة فيك من أجل الدفاع عن حماية المستهلكين، وكيف لو أنت متخصصة في قانون حماية المستهلك. شكرا الأستاذة نزهة الخلدي وهي أستاذة للتعليم العالي بكلية الحقوق بتطوان وكذلك منسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية، فلك جزيل الشكر. كذلك هناك سؤال للأستاذ العزيز أستاذ تبر. الأستاذ تبر جاء من كلية تازة، والطالب الذي يعني أعطى هذا السؤال هو طالب من تازة، طالب لديه في كلية الحقوق تازة، وهذا السؤال مفاده لما لا يتم إشراك هذه الجمعيات ومثيلي الفاعلين الجمعويين وجمعية حماية المستهلك ذات النفع العام في مناقشة وطرح قانون 22/20 بصيغة لا تقيد وتحد من حرية استعمال المستهلك للوسائط التواصل الاجتماعي. أحيل إليك الكلمة أستاذ العزيز يوسف تمر. شكرا أستاذ المحبوب. طبيعة الحال هذا السؤال فيما يتعلق إشراك جمعية حماية المستهلك في اتخاذ قرار مثل هذا أو إشراكهم في مقترحات في هذا الباب من أجل صياغة نصوص قانونية. طبيعة الحال القانون كما نعرف على أنه يعطي العرائض في إطار الفصل 139 من الدستور، لكن في هذا الباب عندما يتعلق الأمر بالقانون 2022
فهو قانون كما تعلمون راجع حوله مجموعة من كلام كثير يتعلق بحتى استشارة من هم داخل الحكومة. فهناك من يقول على أنه لم يكن يعلم، هناك من يقول أنه كان يعلم، حتى أننا سمعنا أحد المتدخلين يتحدث وهو برلماني يتحدث على أنه ليس مشروع قانون بل هو فقط مسودة قانون. لاحظوا معي أن هذا التضارب، حيث قال على أنه ليس مشروع قانون إنما مسودة، والحال على أنه مشروع قانون بشتى الوسائل. أن الفصل 171 من الدستور ينص على أن المجلس الحكومة وكذلك الفصل المتعلق بالمجلس الوزاري يتحدث عن مناقشة المجلس الوزاري والمجلس الحكومي مناقشة مشاريع قوانين وليس مسودة قوانين. والحال أن هناك عدم استشارة حتى من هم داخل 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 الحكومة. هناك من يقول أنه لم يكن يعرف، هناك من يقال على أنه تفاجأ بهذا القانون إلى آخره. فيما يتعلق بالناحية القانونية، ناحية القانونية جمعية حماية المستهلك لها الحق في أن تتقدم بأن تستشير في هذا الباب مجلس المنافسة، وأن تستشير في هذا الباب مجلس المنافسة، لكن ليس لها الحق في أن تتقدم بمقترحات قوانين أو مشاريع قوانين، وليست الحكومة ملزمة بأن تستشير هذه الجمعية. وإن كان من الأفضل أن تكون هناك نوع من الصياغة التشاركية في هذا الباب إنجاز التعبير، أي تشارك في ما بين الفرقاء الحقوقيين والسياسيين في صياغة نصوص قانونية مثل هذا القانون، بحيث أن هذا القانون على سرعته جاء فيه مجموعة من المتناقضات، مجموعة من التضارب في بعض المفاهيم، خاصة كما قلت على أننا حينما يتحدث هذا القانون عن أننا سنقوم بسد ثغرات او سد خصاص، والحال على انه ليس هناك خصاص في هذا الباب. هناك ترسانة قانونية جامعة ممكن ان نعتمد عليها في الدفاع عن حقوق المستهلك، وكذلك في حق المنتج في الدفاع عن نفسه اذا اصيب بضرر. مسألة الاقتراح هي جيدة لكن لا تفعل في هذا الباب، وليس هناك سند قانوني يمكن أن نلزم الحكومة بأن تستشير هذا الباب ما عدا العرائض كما تعلمون. شكرا للأستاذ محبوب، وأشكر كذلك كل من قام على هذه الندوة، خاصة الأستاذ ياسين والباقي الطاقم التقني الذي يسهر على هذه الندوة، وكل الأساتذة الذين شاركوا في هذه الندوة، وشكرا. شكرا زميلي الأستاذ يوسف تغير على هذه المعطيات والمعلومات الجيدة. بطبيعة الحال كما قال الأستاذ تغير وزكي قوله، القوانين كانت تكتب بأيدي مرتجفة، لكن الآن أصبحت القوانين تكتب في ظل شهر أو شهرين للأسف. إذن هناك كذلك تساؤلات حول هذا الموضوع في الجانب أو في شقه الجنائي، وهناك يعني خاصة في إطار يعني تبادل المعطيات الإلكترونية قانون 0533 فيما يخص يعني الدعامات الإلكترونية، يعني حيث نص المشرع في العديد من مواده على أن من يستعمل الدعامات الإلكترونية وجب استعمال دعامة تمكن من التعرف عليه، لكن هذا المقتضى لم يرد في هذا المشروع، ولا سيما أن ما خالف مواقع التواصل الاجتماعي مجهول، بالتالي هل يمكن اعتبار هذا تقصير غرضه فقط التجريم عشوائيا؟ كذلك هناك تساؤلات حول مفهوم أو المقصود بمزود الخدمات، كذلك هناك تساؤل حول معنى يعني لماذا المشرع استثنى ما يسمى بالإصدارات الإلكترونية، يعني كل هذه الأسئلة هي موجهة لصاحب الاختصاص الأستاذ هشام العزوزي الإدريسي، فليتقدم مشكورا. شكرا سيد محبوب. إذن أبدأ بسؤال بسيط، مزود الخدمات.
مزود الخدمات كنعني بها اللي يقدم لك خدمات الانترنت، يعني مثلا الشركات التي تقدم خدمه الانترنت اي ايصال الانترنت الى اما الهاتف او الى الحاسوب، يعني شركه مثل اتصالات المغرب وغيرها من الشركات التي تقوم بتزويدك بخدمه الانترنت. السؤال الثاني متعلق ب لماذا المشرع المغربي استعمل بعض الكلمات من اجل ان يفصح الشخص عن صفته. مثلا هذا القانون ديال 05-53 هو المتعلق بالتجارة الإلكترونية، هذا متوجه للتجار الإلكترونيين، يعني على التاجر الإلكتروني أن يفصح عن صفته وشخصيته وطبعا مجموعة من المعلومات حتى يتمكن من معرفته المستهلك الإلكتروني. إذن هذا بالضرورة غيكون هناك واحد التعامل من أجل نشر الثقة بين المستهلك والبائع الإلكتروني، هذا بالضرورة يكون التاجر يعرف بنفسه، وهذا متوقع في المجال التجاري ومجال التجارة الإلكترونية. لكن في المجال الجنائي أو في مجال في التجريم في المجال الجنائي لا يمكن أن نقول للص مثلا أفصح عن نفسك حتى نقوم بالقبض عليك. طبعا نحن كنتوجه بنصوص جنائية من أجل معاقبة المجرمين، والمجرم دائما يبحث عن التخفي وإخفاء الصفة الحقيقية لشخصه. لذلك في النص الجنائي لا يتوجه إلى المجرم ويقول أفصح عن نفسك حتى أتعرف عليك، لذلك على شرط التحقيق أن تتحقق من هوية هذا الشخص ومعرفة العنوان الإلكتروني الذي انطلق منه من أجل أن يتواصل عبر هذا الفضاء. إذن للإشارة فقط أن العديد من الأشخاص يظنون أنهم إن غير اسمه فقط سوف يتخفى عن العموم ولن يعرفه يعني المحقق أو المحققين في المجال الإلكتروني. هذا المجال الإلكتروني أصبح الآن عنده مخبراء وعند شرطة تقنية علمية تتعرف على صاحب المنشور ولو استعمل هاتفا بدون اسم أو بدون يعني شريحة ليست لها اسم. إن هناك العديد من الأشياء لمعرفة الشخص المتصل. هناك كذلك الخدمات المقدمة من طرف مزود الخدمات يعني اتصالات المغرب مثلا، هي عندها العديد من المرتبطين بهذا البوتو ديال الريزو أو العمود المقدم للخدمة الإنترنت، هذا كافي باش نعرفوا مصدر الخبر ومصدر إذن هناك العديد من الأشياء تعرفها السلطة التقنية العلمية من معرفة الخبر ما يصدر. غير أحد إضافة بسيطة السي محبوب هو اللي ما قدرتش نكمل عليها قبل ما يجي السي يوسف، هو الخبر الزائف أشار له المشرع المغربي في قانون الصحافة والنشر في الفصول 74 وغيرها و 82 وغيرها. هنا الفصول عديدة متعددة في قانون الصحافة، لكن ليست هناك عقوبة حبسية، هناك فقط غرامات. وعندما جاء في المشروع الجديد 2022 وتكلم عن الخبر الزائف وأجرم الخبر الزائف، فإن العقوبة دياله هي من 3 أشهر إلى سنتين. إذن كيف نعاقب شخصا ما بخبر زائف هو صحفي والآخر ليس صحفي بعقوبة جد غليظة، يعني أن الشخص ماشي صحفي عنده حتى 6 سنين للحبس، والشخص اللي هو صحفي وخبر زائف ربما أثر الفزع اللي يدخل العدد من الناس عنده فقط عقوبة غرامة. زيادة على ذلك فإن النص المشرع المغربي يثير الضحك لأن فقط يشكك في الحقائق يعني التي يمكن إثباتها. من يعطينا أن هذا حقيقة وهذا الخبر حقيقي؟ من سيفصل بين هذا الخبر هو زائف وغير زائف؟ إذن هناك يعطي السلطة من القاضي والحكومة والدولة بصفة عامة لتوزيع الحقائق على الناس، وإنما قضى الحقيقة تجي من الشعب مش من الحكومة. طبعا مش ضروري يكون المشرع أو القاضي عنده الحقيقة التامة. إذن هذا المشكل هذا كيطرح ماشي في النص الخبر الزائف في العديد من النصوص. هناك هذه النصوص المشروع ديال 2022 جاب كما أستاذة ماريا جاب بالألفاظ فضفاضة كما قالت أستاذة كذلك الفاض أو كلمات
لا تصلح لأن تكون نصا جنائيا. النص الجنائي لا يحتمل التفسير الواسع من التفسير الضيق، لذلك هذا النص هذا يجب أن يعاد النظر فيه طبعا إذا كان هناك نص في المستقبل. وشكرا للجميع الأساتذة، شكرا سي محبوب، وشكرا على التقنيين، وشكرا سيد نائب العميد والعمادة والجامعة بصفة عامة على هذه الخدمات المقدمة، والطلبة كذلك الذي تساعدوا معنا وحضروا معنا مشاكل، الله يجزيهم بخير، الله يوفقهم إن شاء الله في امتحاناتهم المقبلة إن شاء الله. وطبعا احنا رهنا الإشارة في أي وقت، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ العزيز الأستاذ هشام العسوسي على هذه المعلومات القيمة. بطبيعة الحال هناك كانت أسئلة عديدة وصلتني، لكن لضيق الوقت أسمح لطلابي الأعزاء لعدم إدراجها، وأقول لكم بأنه لا قيمة لأي ندوة بدونكم طلابنا الأعزاء، لكن أعدكم أننا سنضرب لكم موعدا إن شاء الله في نفس هذا الموضوع مرة أخرى، يعني في المدرجات إذا كتب لنا الله اللقاء. ختاما أجدد شكري لجميع زملاء الأساتذة المتدخلين كل باسمه وصفته، الأستاذة ماريا بوجداي، الأستاذة نزهة الخالدي، الأستاذ يوسف تبر، الأستاذ شريف الغيام، والأستاذ هشام عزوزي الإدريسي، شكرا لكم مجددا. كذلك أجدد الشكر للأستاذ والخادم الأستاذ التباع ياسين تباع وهو نائب العميد. كذلك أشكر جميع أساتذة شعبة القانون الخاص وعلى رأسهم رئيس شعبة الأستاذ أحمد الوجدي، وأقول لكم رمضان مبارك كريم، وإلى موعد لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ محبوب، شكرا شكرا دمتم للعلم أوفياء إن شاء الله. شكرا.